منهج اللي هو الخاص بالبوينترز او الموضوع البوينترز. قبل ما نفهم الجزء دوت محتاجين نعمل نفتكر شوية حاجات مرتبطة بالموضوع دوت. لو انتوا فاكرين كده معايا، كده لما كنا بنعمل برنت اف بنقول انتر the value enter x مثلا، ونرجع تاني نعمل سكان اف نقول في المية دي and x، وكنا هنا بنعرف ال x. حد فاكر and x دي كانت معناها ايه؟ الادرس عنوان، الادرس، عنوان بتاع العنوان. ايوه كنا بنقول العنوان ده موضوعه، شرحنا العنوان يعني ايه، قلنا ان الذاكره دي عباره عن زي صف كده من البيانات، كل صف فيهم عباره عن مجموعه، عباره عن بايت 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 بايت. الاكس دي عباره عن 4 بايت، يعني ادي مثلا من هنا لغايه هنا. اما اكتب كده اكس واقول لك عنوانها، معناها ان هي موجوده في المكان ده او مكانها في الذاكره. مكانها ده عباره عن ايه؟ رقم، يعني رقم الذاكره بتبدا بايه؟ بالصفر. خلاص، لو انا عندي الذاكره الكمبيوتر بتاعي 32 بت، معناها ان الذاكره بتاعته عباره عن ايه؟ 32 بت، يعني اهو عباره عن كام بايت؟ 1 2 3 4، ادي 32 بت. خلاص، فهو عباره عن رقم، الذاكره عباره عن رقم بيبدا بصفر صفر صفر وينتهي بنهاية الذاكرة. طبعا لو عندي الماكسيمم خلاص بينتهي بالرقم دوت، يعني اف 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 ده اعلى رقم. مفيش مانع بقى يجي لي حاجة في النص كده مثلا، يعني يجي لي مثلا ايه 1 7 8 5 وهكذا. ده ذاكرة، دي ذاكرة. خلاص، ده معنى عنوان او ادرس. الادرس عبارة عن رقم في الذاكرة، مكان معين لحاجة موجودة في الذاكرة. اوكي، نفتكر برضو مع بعض ان انا الكمبيوتر بتاعي انواع، في 32 بت، في 64 بت، في 16 بت، في 8 بت. ال 32 بت الذاكره بتاعته زي ما قلت يا جماعه 32 بت. خلاص، يعني العنوان نفسه 32 بت، كرقم عباره عن 32 بت. في ال 32 بت الكمبيوتر لما بيجي يقرا من الذاكره بيقرا 4 بايت 4 بايت، يعني ما بيقدرش يقرا اقل من 4 بايت. خلاص، دي الكتله بتاعته او البيانات، وحده البيانات بتاعته 4 بايت، لان هو الباص اللي هو السلوك اللي واصله بتوصل البيانات للكمبيوتر 32 بت، فهي بتقدر تشيل 4 4. خلاص، بتقرا 4 بايت مع بعض. خلاص، فال 4 بايت دول معناها ايه؟ معناها ان هو ما يقدرش يقرا غير ال 4 بايت اللي عند دول، ما يقدرش يقرا دول، ما يقدرش، مفيش حاجة اسمها ذاكرة عند واحد، لا، في أول ذاكرة بعدها اللي هي عند أربعة، لأن هو من صفر لأربعة يقدر يقراهم مع بعض، ومن أربعة لتمانية يقراهم مع بعض، خلاص، ومن تمانية اللي بعد تمانية لما أجمع واحد أربعة عليهم اللي هي واحد زيرو بيقراهم مع بعض، وهكذا. فبالتالي ترقيم الذاكرة بيبقى بالمنظر ده، مفيش حاجة اسمها حاجة في النص، ما ينفعش ألاقي ذاكرة عنوان في النص ما بين رقمين. ده ان كيس ان انا دلوقتي عندي ذاكره كام؟ 32 بت، يعني بشغل هنا اربعات. طب لو انا عندي ذاكره كمبيوتر 64، ال 64 تبقى ذاكرته الضعف 8 بايت، برضه بتبدا بده وبتنتهي، ده لو انت عندك الحد الاقصى، ولو ان مستحيل ان حد يوصل للحد الاقصى دوت اهو، ده الحد الاقصى. طبعا الرقم ده ما حدش عنده ذاكره بالمنظر ده، لان دي 2 اس 64 ناقص 1، يعني ماشي، ده الحد الاقصى. ده حد عارف الرقم ده كام؟ حد عارف الرقم ده كام كام بايت؟ فحتى ال 32 ممكن اوصل للحد الاقصى بسهوله، اللي هو كام؟ دول كام يا جماعه؟ دول كام بالديسمال؟ ايه يا شباب، سامعيني اصلا ولا ايه؟ كام ديسمال دول يا جماعه؟ 2 اس 32 ناقص 1 بيطلعوا كام؟
يطلع مليار و رقم كبير. 4 جيجا، يطلعوا 4 جيجا، 4 جيجا خلاص، اللي هم ال 4 جيجا. طبعا انت اكيد عندنا اجهزه، اكيد عندكم رامات اكتر من 4 جيجا يعني، فاذا الرقم دوت ريتشبل يعني ممكن توصلوا له بسهوله، ده المقصود يعني. اما الرقم ده فده مستحيل ان حد يوصل له، مين اللي عنده 2.16؟ ده رقم يعني ايه اوفر الايه الامكانيات، يعني اعلى ذاكره في اجهزه كمبيوتر عاديه بتبقى 32 جيجا خلاص، على سيرفرات 1 تيرا يعني اللي هو 1000 جيجا، فده يعني برضه ستيل يعني حاجه بسيطه قوي بالنسبه للرقم اللي هو ممكن دوت. فبالتالي الذاكره دي كانت ممكن تقولوا ده عدت الليميت بتاع الكمبيوتر بتاعنا، عدت احتياجاتنا بمراحل، فبالتالي عمر ما هوصل لها. اوكي ما اعرفش، الله اعلم في المستقبل جايز يوصلوا لها يعني، بس يعني في عصرنا دوت على الاقل مش هحتاج الرقم دوت، ولا عمري هفكر ان يبقى عندي ذاكره اكتر من الرقم ده خلاص. طيب طب الذاكره دي زي ما قلت يا جماعه 6 8 بايت او 64 بت، برضه هنا الكمبيوتر ده بيقرا من الذاكره 8 بايت 8 بايت، يعني زي ما هو الذاكره بتاعته في 32 بت لتوصيف الذاكره، هو لما بيجي يسحب بيانات بيسحبها من الذاكره 8 8، زي اللي بيطلع السلم كده، بيطلع اربع سلمات اربع سلمات، سلمتين سلمتين او 8 8، هو ما يعرفش يعمل اللي في النص، في النص دي بالنسبه له كانه هيتكعبل يعني. نفس القصه هنا، هو الكمبيوتر وهو بيقرا من الذاكره بيقرا 8 بايت 8 بايت، فبالتالي الذاكره عندي ما عنديش غير الذاكره دي واللي بعدها على طول واللي بعدها على طول واللي بعدها على طول 8، عمال اجمع ايه؟ 8ات، عمال اجمع 8ات. طبعا هنا يا جماعه ايه الرقم ده لازم يكون يقبل القسمه على 4 يعني خلاص، عشان خاطر ايه يعني، انا ما ينفع زي ما قلت لكم ما ينفعش يبقى عندي رقم ما يبقاش قسمه على 4 في الذاكره خلاص. طبعا هو ايه، هو فعليا في ذاكره موجوده في النص يعني، ما عنديش مشكله، اه في عندي ذاكره هنا عند 0 3 ده موجود، بس مش هعرف اقراها انا، عشان اقرا 3 دوت لازم اقرا ايه، لازم اقرا 0 و1 2 3 مع بعض واخد الثلاثه زي لو انا عايز. اذا دلوقتي انا ممكن اوصل لثلاثه دوت عن طريق ان انا اقرا ايه الايتم دوت خلاص، الكمبيوتر دوت ايه يعني يجيب الاربعه على بعض ويرجع يطلع الحاجه اللي هو عايز خلاص يا جماعه. تعالى نفتح البرنامج ده كده ونشغله ونشوف حته الذاكره دي موجوده فين في البرنامج. بصوا كده هنا يا جماعه، ادي دي الاكس، اكس دي لما تيجي تبص كده في هي طبعا هنا في الكومبايلر، اهي موجوده اهي، ادي الذاكره يا جماعه بتاعت الايه الاكس دوت، الاكس دوت موجود في الايه في المكان دوت يا جماعه، اللي هو 0 اكس 4 بي 0 0 دي 9 بي 4 0. اوكي ده ببساطه المكان اللي موجود فيه الاكس ديت خلاص. طيب تعالى نعمل برينتنج للاكس ده، اهو اقول له كده ممكن نعمل برنت اف، ممكن نطبع الذاكره اهو، ممكن نقول له عنوان address of x is and the value is، يعني ممكن نطبع العنوان، فبنطبع العنوان ده عن طريق برضه نقول له هنا في المية، بس بقى نطبعه على هيئة hexadecimal 0.8x عشان يبقى أوله صفار يعني، ونحط قبليه 0x عشان يطلع بقى بالشكل التقليدي بتاع الرقم hexadecimal، وهنا في المية دي ونحط سلاش n. طبعا عشان اطبع العنوان الاكس بقول له اند اكس، عشان اطبع قيمه الاكس بقول له اكس. تعالى نتفرج على البرنامج ده بعد ما يشتغل اهو، هدخل اكس اهو، بصوا كده ايه طلع لي اهو العنوان اهو 3 دي دي اي اف 9 0 0، ده عنوان الايه الاكس، والفاليو اللي جواها 9 اللي انا لسه مدخلها دلوقتي. يبقى اذا دلوقتي شفنا عنوان الايتم جوه الذاكره خلاص، وعنوان سوري عنوان الاكس في المكان دوت. طبعا دايما هتلاقي العنوان دوت ايه مالتيبل اوف ايه، مالتيبل اوف ايه اوف 4، لان انا هنا البرنامج بتاعي ده 32 بت خلاص، ولا 64 بت يا جماعه نعرفها منين؟ من هنا في الكومبايلر اهو، اهو هتلاقي هنا بص مكتوب كلمه 32 بت. يبقى اذا الكومبايلر بتاعي ده رغم ان انا الجهاز بتاعي 64 وكل اجهزتكم 64 وكل موبايلاتكم 64، مفيش حد دلوقتي عنده هاردوير 32 خلاص، اللهم الحاجات الصناعيه، لكن انا بتكلم على اجهزه البي سي والموبايلز اللي في ايدينا
دي كلها 64، لكن ممكن نشغل عليها برامج 32 فور باكورد كومباتيبلتي، والكيو تي بيطلع حاجات 32 لانها ستيل منتشره ومشهوره. خلاص عايز تطلع حاجه 64 برضو في كيو تي فيرجن بتطلع 64، بس للاسف الكيو تي فيرجن دي مش افيلبل قوي، يعني انت لازم تعمل مجهود عشان تطلعها. خلاص يعني الناس اللي ان شاء الله هتبقى متخصصه هتعرف ازاي تطلع النسخه ال 64، لكن النسخه الافيلبل اللي هي فور داونلود للكيو تي دي 32 بت. اما الناس اللي اشتغلت فيجوال ستوديو فدي عندها ال 64 بت باي ديفولت، يعني هتلاقي عندهم امكانيه ان هم يعملوا كومبايليشن لل 64 فيرجن او ال 32 بت فيرجن. في ال 64 هتلاقي الادرس العنوان اللي طالع طويل، يعني هتلاقي العنوان اللي طالع اهو طويل، يعني هتلاقوه بقى ساعتها كام بايت؟ 16 بايت. سوري 16 ديجيت او 8 بايت. خلاص؟ فده في حاله ال 64. طب احنا دلوقتي عمالين نعيد ونزيد فين؟ في قصه الادريسيز، ان اي فاريبل ليه عنوان، وعرفنا ان العنوان ده من كونسترينتس، ان هو بيختلف من كمبيوتر لكمبيوتر. خلاص؟ وعرفنا العنوان ده بيتحرك ازاي، يعني بيتعدي ازاي، يعني ان انا في حاله ال 32 بتحرك اربعات، وفي حاله ال 64 بتحرك ثمانيات، وعرفنا ازاي اطبعه واطبع القيمه اللي جواه. خلاص؟ طيب انا مش بس كده، كمان عايز برضو حته اخيره قبل ما اقول لكم الاسئله ايه. خلاص اهو بصوا كده، لو انا جيت على الاكس كده واتفرجت عليها في حاجه اسمها اوبن ميموري اديتور، اديتور بتاع الميموري، واروح باصص عليها اهو، هتلاحظوا يا جماعه هنا ان الاكس اهي موجوده من اول الحته دي. لما اجي اعمل سكان اف بصوا كده، المفروض 4 بايت دول ايه يا جماعه؟ ايه اف اف بي اف بي اي بي بي اف دي؟ حد عارف دي ايه؟ ده محتوى الذاكره اللي انا شايفه قدامي، دي الذاكره بتاعت الكمبيوتر بتاعي. خلاص؟ او الحته اللي فيها البرنامج، ودي مكان الاكس جوه الذاكره. حد عارف الارقام دي ايه بالظبط يا جماعه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اكس ديسيمال نمبر. ايوه دي ايه اللي حاطط، مين اللي حاطها لك؟ دي ده جاربج فاليو. ايوه دي جاربج فاليو موجوده في الذاكره من قبل ما البرنامج يشتغل. خلاص؟ طبعا الكمبيوتر مش هيضيع وقت ويقعد يصفرها، لان انت كده كده هتكتب عليها. خلاص؟ وملهاش معنى التصفير. وان كان في لغات هاي ليفل يعني بتبطئ الدنيا وتروح مصفراها، معرفش ليه. خلاص؟ المهم بالنسبه لي هنا الاحسن، طبعا هي ليها فايده، التصفير ده ليه فايده عشان خاطر المبرمج اللي ما بياخدش باله. لكن احنا المفروض تاخد بالك ان انت ما تستخدمش فاريبل غير ما تحط جواه قيمه. صح ولا لا؟ هل في معنى ان انت تستخدم فاريبل من غير ما تحط جواه قيمه؟ يا جماعه هل في معنى لكده؟ لا ملهاش معنى، يبقى لازم تحط قيمه، والقيمه دي انت لازم تكون قاصد هي ايه. خلاص؟ طب لما تيجي نعمل سكان اف كده، تعال نعمل سكان اف اهو ونتفرج كده، نحط ايه؟ اي رقم، بس رقم ممكن نقراه يعني 9 فين كده اهو. بص كده التسعه راحت فين؟ اهو اتكتبت ايه يا جماعه؟ 09 اهي 00000 4 بايت اهو اتكتبوا جوه الذاكره في المكان ده 4 بايت. خلاص دي قيمه التسعه اللي اتحطت في الذاكره يا جماعه، وطبعا اتحطت معاها اصفار، لان انت مش بس تسعه، ده انت عندك دول 4 بايت اللي هم حجم الانتجر اتكتبوا في الذاكره. طب انا كده شرحت يعني ايه عنوان، وشرحت يعني ايه ميموري، وشرحت يعني ايه ادرس، وشرحت يعني ايه ادرس سايز. ها حد عنده سؤال؟ طب معلش يا دكتور، يعني دلوقتي لو واحد مثلا جه نزل النسخه اللي 32 من ويندوز مثلا، هل دي هتحجم ال نقل الميموري وكده؟ ويندوز 32 قصدك؟ اه مفيش مشكله، الويندوز 32 مع الويندوز 64 مع البروسيسور ال 64، بس ليه تعمل كده؟ يعني ما انت تنزل الحاجه ال 64 عشان تديك الفول باور بتاع الجهاز بتاعك. خلاص ميزه ال 64 ان هي بتشغل لك ال 32 وال 64 مع بعض، فيعني هما مراعيين الموضوع دوت، ان البرامج كميه كبيره جدا من البرامج اللي موجوده 32، فمش معقول هيرموها، عشان كده دايما في باكور كومباتيبلتي، عشان كده حتى الكومبايلر ده نفسه بيطلع 32. خلاص فمراعاه لان الناس عندهم في كم انتاج رهيب للبرامج على مدى ال 20 سنه اللي فاتوا ولا 25 سنه اللي فاتوا، دول كلهم 32 بت. خلاص او غالبيته 32 بت، فانا مش هنرميه. خلاص طيب ايه السؤال الثاني؟ حد عنده سؤال ثاني؟ هو معلش يا دكتور، بس يعني الحته ما تكسش فيها، او اللي هي مثلا لو
لو جهاز مثلا بتاع مثلا 64 بيت، معناها كده الميموري مثلا يعني في كلوك بيريود مثلا، او يعني هيقروا مع بعض كام، يعني كام بيت بالظبط في الباينري مثلا. بتقرا 16 16 سوري 8 بايت 8 بايت 64 بت، يعني معناها لما يجي يقرا من الميموري البروسيسور نفسه اللي هو الشيبايه اللي اسمها بروسيسور دي، لما تروح تقرا من الذاكره الرام بتقرا 8 8. اوكي، يعني هي في السحبه الواحده 8، ما عندهاش اقل من كده. خلاص، يعني لو 64 بايت يعني باينري صح؟ بت 64 اه بت 64 بيت، اه يعني اللي هو 8 بالهكساديسيمال. ايوه اللي هم اه تمام 64 بت اللي هم 8 بايت. اوكي، تمام شكرا يعني يا دكتور. كل بايت 8 بت، 8 في 8 ب 64. في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ احنا بس كده بنحاول نمهد يعني ايه ادرس، ولسه هنشوف يعني ايه ادرس اكتر، وبعد كده نفهم بقى يعني ايه بوينتر. ها، حد عنده دكتور سؤال؟ بس اتفضل. هو المفروض الانتجر اصلا بياخد 4 بايت، هو خد ال 4 بايت 32 عادي يعني، فالعنوان كامل اتملى. لو انا مثلا كاركتر 1 بايت بس، فانا هحتاج 4 بيت بس، فالباقي ده هينفع اكتب فيه تاني ولا العنوان ده كده خلاص اتاخد خلاص كله؟ بص هقول لك حاجه ظريفه قوي، يعني هي بالتجربه طبعا لان سبب بسيط قوي، ان في طريقتين، في مدرستين في القصه دي. في مدرسه بتخلي الكومبايلر باي ديفولت يحط لك الحاجات يلزقهم لك جنب بعض، يعني تخيل كده لو انا عامل اتنين شورت، يعني هنعملها كده اهو، تعال نقفل البرنامج ده كده يعني ندرس مع بعض الحته دي. لو انا عامل اتنين شورت A و B، A انا حاطط فيها 7 وبي انا حاطط فيها 8، الشورت كام بايت؟ اتنين. اتنين. في مدرسه بتقول لك ان الاتنين دول يتحطوا ورا بعض، وان احنا نوفر ولازقين في بعض، وبالتالي هيتزنقوا مع بعض في الاربعه بايت، وبالتالي الكمبيوتر لما يجي يقرا الاي او يقرا البي هيقرا الاتنين ويرجع يفكها، وطبعا ده هياخد وقت. صح ولا لا؟ انت كده كده مش هتحس بحاجه، يعني في جميع الاحوال انت ما انتش حاسس بحاجه، انت بتكتب برنامج ومش عارف ايه اللي بيحصل جوه، لكن الكمبيوتر لما يجي تسحب الاي يروح ساحب الاي والبي ويطلع منها الاي، لما يسحب البي يروح ساحب الاي والبي ويطلع منها البي. واضحه الفكره دي؟ تمام واضحه. وفي كمبيوتر تاني، قصدي مش كمبيوتر تاني، في كومبايلر تاني بيظبطها بشكل مختلف، بيحط الاي اللي هي 2 بايت جوه ال4 بايت وبيسيب الباقي صفار، ويحط البي جوه 4 بايت تانيين، فبالتالي الاي والبي يبقوا شغالين مكانين حجمهم 8 بايت. ليه؟ لان الكمبيوتر بتاعي اقل حاجه عنده 4، فهو بيقول لك بدل ما اقعد اعمل بقى قصه ان انا اسحب الحاجه وارجع تاني انظفها واشيل الجزء التاني العلوي او السفلي، لا يبقى انا اقراها اوفر وقت واخلي البرنامج اسرع، ومش مشكله الذاكره نستخدم ذاكره اكتر. المدرستين دول موجودين، وانت باي ذا واي ممكن تظبط الكومبايلر تخليه يشتغل بالطريقه دي او يشتغل بالطريقه دي لما تخش ادفانسد شويه فين في البروجرامنج. هتلاقي في من ضمن الكومبايلر سيتنج حاجه اسمها الالاينمنت، يا اما تخليها ستريكت يا اما تخليها فليكسبل. خلاص، لو ستريكت معناها ان انت الحاجات بتبقى ايه يعني المينيمم سايز، فليكسبل معناها ان هو بقى بيريح شويه نفسه وبيسرع الدنيا وبياخد للحاجات الصغيره حتى لو كان 1 بايت بياخد لها 4 بايت. طب لو انا عندي الكمبيوتر بتاعي 64 بت يعني احتاج 8، اه ما فيش مشكله، ممكن يحط الاثنين يحجز بين الاثنين يحجز 8. خلاص، ده عشان ايه؟ عشان خاطر السرعه، هو عايز يخلي البرنامج سريع، فبالتالي ايه، فبيعمل الحركه دي. واضحه الفكره دي يا جماعه؟ واضحه الفكره؟ طيب انت برضو هنا عشان تطمن من الحكايه ديت، يعني ممكن نعملها يعني هنا مباشره، تعالى كده نعملها اهو ونعرف الكلام دوت. يعني ممكن هنا نعمل ايه، نقول له A يساوي 9 B يساوي 15، نحط بريك بوينت نشوف ايه اللي هيحصل في الذاكره، نتفرج عليها. الحمد لله عندنا هنا ميموري ايه اديتور، اقدر ببساطه اتفرج على محتوى الذاكره. اجي كده انا اقول له ايه، اوبن ميموري اديتور، واتفرج ايه اللي جوه الذاكره. ادي يا سيدي هنا الايه، الله اعلم بقى هما لازقين في بعض ولا مش لازقين في بعض. تعال نبص كده اهو، نكتب الايه اهو، حط لي ايه 0900 2 بايت، ما هو ده شورت صح ولا لا؟ طب عايزين نحط البي بقى، نشوف البي موجوده فين اهو. بص، فوت الاثنين دول، فوت الاثنين دول اهو، فوت الاثنين دول، وبالتالي هنا انا عندي ده على اول الاربعه وده على اول الاربعه.
واضح يا جماعة؟ واضح؟ دكتور في لاج شوية في الصوت. دكتور ممكن بس حضرتك لو تعرف تحل موضوع اللاج ده، عشان مش عارف أركز خالص بيه، مش عارف حاجة بتشاور فين. طيب تمام، اشوف القصة دي دلوقتي، ممكن برضه اشوف السبيد تيست عندي، اشوف جايز يبقى عندي فيه مشكلة. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين، هو انا هنا معتبر السرعه مش بطاله، يعني هي يعني الابلود ده فوق الواحد، وده كتير جدا كنت بدرس يعني فوق الواحد وبيبقى كويس. فهل الموضوع ده عندكم كلكم؟ لان انا واضح ان انا عندي السبيد مش وحشه يعني. هو اللاج عندنا كله كبير. عندنا كلنا غريبه جدا يعني. طب انا ممكن يبقى من العدد عادي. هاري العدد ده هو السيرفر، هو اللي بيتأثر يعني، هو اللي بيهندل موضوع العدد دوت يعني، مش هتفرق معايا العدد. هو طيب ده البينج، مش الساعه، ليه علاقه بالبينج؟ هو ده التو فاكتورز اهو، انت ما انتوا شايفين اهو، الابلود عندي عالي والداونلود عالي، فممكن اريكونكت تاني وجايز تتظبط يعني. اوكي هليف وارجع تاني. تمام هو النت فصل عند الدكتور ولا ليه كده ولا ايه؟ الدكتور طلع. هنخش تاني. تمام. يا شباب، مش عارف بقى الدنيا هتبقى اسرع دلوقتي ولا لا. هل الدنيا كده واضحه ولا مش واضحه؟ سامعيني؟ سامعينك. سامعين حضرتك. طيب انا قفلت حاجه كده عندي شغاله امبارل يعني، فاتمنى ان هي تكون الدنيا احسن شويه. طيب نرجع تاني كده كده نسجل المحاضره، فاتمنى طبعا ان انتوا ايه ترجعوا لنا لو انتوا حبيتوا ان شاء الله. طيب شفنا كده يعني ايه ادرس، خلاص تعالى نشوف بقى ايه المحاضره بتاعتنا. نبص كده على البرنامج ده فيه هنا الديت
structure وده الامبلي structure ودي فانكشن اسمها print امبلي structure. print امبلي هنا زي ما انتم شايفين بتاخد structure اسمها x وبتطبعها. حد كده يفتكر معايا كده اس امبلي ديت حجمها كام بايت؟ احنا كنا قلنا المره اللي فاتت كام بايت؟ ستة وستين. كانوا 78. كانت 78 بايت. أوكي؟ يبقى إذا دلوقتي ال ال print امبلي ديت كانت 78 بايت. اوكي طيب 78 بايت ليه؟ وبصوا كده 50 و12 و12 و4 دي ببساطه الامبلي. طب تعالى دلوقتي نبص كده اما بعمل برنت امبلي اكس الاكس دي بيحصل لها، هل الاكس دي هي نفسها الامبلي ولا مختلفه عنها؟ هل الاثنين فاريبل اللي اسمهم اكس واللي اسمه امبلي هل هما نفس الفاريبل ولا مختلفين عن بعض؟ نفس الفاريبل. غلط، الاثنين ما هماش نفس الفاريبل. الاكس از فاريبل والامبلي از فاريبل. خلاص ده متعرف هنا في المين وده فاريبل متعرف في الفانكشن اللي اسمها برنت امبلي، وما لهمش اي علاقه ببعض غير ان انا وقت ما باجي اعمل برنت امبلي القيمه اللي جوه الاكس بتتحط جوه الامبلي، بيحصل لها حاجه اسمها كوبي 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 اند بيست، يعني بينقل محتويات الميموري من هنا لمحتويات الميموري هنا، وبالتالي بيبقى عندي نسختين، نسخه موجوده في الاكس، بيانات موجوده في الاكس، وبيانات موجوده في الامبلي. خلاص وسمينا ده كول باي فاليو، يعني انا ببعت الفاليو من هنا لهنا. اوكي طيب مش زي الاري يعني. مش زي الاري، زي انتجر اكس، زي انتجر واي، زي اي فاريبل عادي، طالما ده فاريبل بيتبعت باي فاليو. اما الاري فبتتبعت باي ادرس، يعني ببعت عنوانها، وبالتالي لما ببعت اري ببعتها كما لو اني ايه بقول له غير فيها اعمل فيها اقرا منها زي ما انت عايز. اوكي ده الفرق ما بين الايه الفاليو والايه والرف والادرس. طبعا هنا هيحصل عمليه كوبينج لبيانات مقدارها 78 بايت من هنا لهنا، ودي عمليه هتاخد وقت. يبقى ده اول مشكله هتقابلنا مع كبر حجم البيانات، كل ما البيانات تكبر حجمها كل ما عمليه الكوبي دي تاخد وقت اكبر واكبر واكبر. اوكي فده ببساطه فكره الوقت اللي بيستغرق في عمليه الايه الكول هنا. خلاص طيب تعالى نشوف المنظر ده بقى. المنظر ده بقى الحل النهائي اللي احنا هنشوفه في اخر الشابتر دوت او مع الشابتر ده، ان انا ببعت هنا حاجه اسمها ايه اند اكس. مين اند اكس دي يا جماعه؟ الادرس بتاع اكس. الادرس الادرس انا ببعته. طب انا عشان استقبل ادرس ما عنديش حل غير حاجه بقى هنتعلمها الشهاده اسمها البوينتر، بعرف بوينتر. البوينتر بيتعرف بالطريقه دي، ويعني ده مجرد بس ايه حاجه مبدئيه كده قبل ما نكمل، يعني لسه هنشوفها بالتفصيل قدام. فبعرف هنا بوينتر، البوينتر ده بشايل عنوان الايه بيشيل العنوان، فانا هنا بعت بس جاست الاربعه بايت بتوع العنوان، الاربعه بايت بتوع العنوان. اوكي خلاص طب بقى عندي هنا بوينتر اسمه بوينتر للاستراكشر اللي اسمها امبلي. طب البوينتر ده زي ما انت شايف اهو، عشان الاكس اللي جواه كان قبل كده باكسسه بايه؟ بالدوت. الفاليو باكسسها بالدوت. طب البوينتر باكسس الحاجه اللي جواه ازاي؟ عن طريق ايه؟ الارو. الارو خلاص. يبقى اذا الارو ده للبوينتر. الميزه الفرق ما بين ده وده، الفرق ما بين ده وده خلاص، ان ده بوينتر ببعت عنوان، دي فاليو ببعت قيمه مقدارها 78 بايت من هنا، بتسافر من هنا لهنا بتاخد وقت كبير. اوكي يا جماعه حد عنده مشكله في الاثنين دول؟ التو سلايدز دول واضحه الفكره؟ واضحه الفكره يا شباب؟ معلش يا دكتور اصلا مش فاهم يعني ايه بوينتر اساسا.
البوينتر مكان بيشيل الادرس، يعني بيخزن كده فاريبل شغلته بس انه يشيل العنوان، زي الورقه البيضاء كتبت عليها عنوان فلان الفلاني، مكان في الميموري شايل فيها الرقم بتاع الادرس. بس شايف الرقم ده اللي انا كنت كاتبه من شويه؟ ده هو ده، مش رقم زي اي رقم في الدنيا. خلاص انا ده مكان بيشيل الرقم ده بس. ده غير المكان بتاع الفاريبل صح؟ غير الانتجر، غير الواي، غير كذا. ده هو ده حاجه مكان كل شغلته في الدنيا يشيل عنوان، والعنوان ده عباره عن ايه؟ رقم. رقم هم زي اي حاجه، ما عندناش حاجه في الكمبيوتر غير الارقام. العنوان اذا نمبر خلاص. ونمبر نوعه ايه كمان؟ هل ينفع يبقى فيه فراكشن؟ لا، رقم عادي، رقم انتجر خلاص. فالبوينتر هو اللي انا معرفه ده ببساطه، الاستريكس دي ببساطه بتعرف لي فاريبل من نوع جديد بس نوعه بوينتر. بوينتر اهو عنوان، بس عنوان بيشاور على ايه؟ على استراكشرايا من نوع امبلي، استراكشرايا من نوع امبلي، يعني الحاجه اللي هو بيشاور عليها خلاص بحطها، ببقى عارفها، ببقى عارف انا بشاور على ايه في ال. طب انا عشان اوصل للاستراكشرايا ديت، اوصل للممبر اللي اسمه نيم اللي جواها، او الدي او الير او وات ايفر، بستخدم بقى ايه؟ الارو دوت. الارو ده مكان الدوت، الارو ده مكان الدوت. واضحه يا جماعه؟ هنلاحظ ان انا هنا في حاله الفاليو ببعت 78 بايت، في حاله البوينتر ببعت 4 بايت. وطبعا اكيد ده بيوفر وقت كبير جدا في الشغل بتاعنا. طيب عرفنا كده اللي احنا هنوصل له، ان البوينترز حاجه هتشيل ادرس. يبقى احنا عايزين نفهم الاول الادرس، نفتكر بقى الادرس ده اللي احنا كنا بنعمله من شويه. الادرس زي ما شرحت لكم كده، لو انا معرف اكس بيساوي 5 واي بيساوي 9 وزد كمان، فدول عباره عن ثلاث اماكن زي ما شايفين، ادي مكان وادي مكان، ده 4 بايت 4 بايت 4 بايت. ليه؟ لان نوع انتجر والكمبيوتر بتاعي 32 بت، وبالتالي ده شايل 5 شايل 9، لما بجمعهم واحط النتيجه في الزد فالزد هتستقبل. فده معنى الادريسيز. طبعا الادريسيز زي ما انت شايف عباره عن اماكن جوه الذاكره من صفر لغير رقم معين على حسب حجم الذاكره بتاعتك. خلاص ده معنى ادرس. طيب عشان نطبع قيمه الادرس اهو، بقول له اند اكس، انا هنا طابع الاند اكس العنوان وطابع القيمه، فانا هنا طابع الواي وطابع القيمه وطابع الزد وطابع القيمه، عنوان الزد وطابع القيمه بتاعتي. زي ما شايفين دي عباره عن ادريسيز اهي، خلاص عباره عن ادريسيز. خلاص طيب الاري نرجع بس هنا نبص على الحاجه اللي هنا. انا هنا عندي كام؟ 28 28 هكس ديسمال، ده العنوان بتاع مين؟ الاكس. طب العنوان بتاع الواي 1 سي، 1 سي معناه ان هو بعدها بقد ايه؟ وعندي هنا 1 0 خلاص. بصوا كده يا جماعه، 1 0 1 سي و2 8، ايه الفروق ما بينهم هنا؟ يعني واضح ان هنا كل واحد فيهم في مكان مختلف. خلاص 1 0 ده اللي هو ايه؟ اللي هو 16 صح؟ 1 سي ده اللي هو يعني هيكون كام؟ 12 يعني يعني السي دي بعد الصفر ب 12 اوكي؟ وهنا فواضح ان هو هنا حاطط الفاريبلز في اماكن في الذاكره خلاص مش مرتبها، بس هي كل المهم بالنسبه لي هنا ايه؟ ان هي مالتيبل اوف ايه؟ اوف 4. مالتيبل اوف 4 يعني بتقبل اسمع على 4، لان الذاكره هنا 32 بت خلاص. فده النقطه اللي تسترعي انتباهنا. طبعا في بعض الكومبايلرز بتعمل اوبتمايزيشن، بترتب الفاريبلز في الميموري ورا بعض وتلاقيهم الفرق اربعات، يمكن ده حتى هيظهر هنا في البرنامج دوت، يعني اللي احنا كنا عاملينه من شويه هتلاقي الحاجات ورا بعض خلاص على حسب الكومبايلر. لكن في كومبايلر تاني ما بيهتمش بالنقطه ديت وبيحطهم في اماكن عشوائيه خلاص، او في اماكن معينه، والاماكن اللي في النص بتلاقي ليها استخدامات تانيه، يعني الحته التانيه انت مش واخد بالك منها خلاص جوه البرنامج، فبتبقى الايه الاماكن بتاعه الفاريبل ممكن اهم يعني بعيده عن بعض، بس هي دايما بتبقى مالتيبل اوف 4 مالتيبل اوف 4 خلاص. طيب دكتور، المفروض كل لوكيشن من دول ياخد كام مكان؟ كل واحد من دول 4 بايت اوكي.
بس هنا هو حاططهم كل واحد اخذ 4 بايت بس هو حاططهم بعاد عن بعض. هو اخذ 4 بايت بس حطهم 4 بايت. يعني تاني لو انا عملت نفس الكلام ده على الكومبايلر عندي هنا لو قلت هنا x يساوي 7 y يساوي 8 هتلاقي ترتيبة تانية خالص على حسب الكومبايلر. الكومبايلر اللي هو الكيو تي مختلف عن الفيجوال ستوديو، مختلف عن غيره عن غيره عن غيره. اوكي طب انا لو حطيت هنا بريك بوينت ورحت اتفرجت عليه يعني او طبعت الاكس والواي والزد، او سيبك من كده، او طبعت الاكس والواي والزد اهو، تعال نشوف الايه مترتبين ازاي في الذاكره. هتلاقيهم بترتيبه مختلفه، موجودين في الذاكره بترتيبه مختلفه. طبعا دي راجعه للكومبايلر، يعني هنا 0 4 8 هنا الراجل ده منظم جدا حاططهم ورا بعض، يعني من عشان تلاقي كومبايلر ثاني حاططهم في اماكن ثانيه وبعاد عن بعض. يعني ما فيش قاعده بتقول يعني في الاخر الكومبايلر ده عامله مبرمج زيي وزيك خلاص يعني، ففي الاخر هو على حسب هو عملها ازاي، مش قاعده علميه يعني او مسلمه يعني علميه. طيب عرفنا كده ان لما اجي اعرف variables بتتحط في الميموري متبحتره في الميموري بس كل واحد بياخد الحجم بتاعه. لكن لما بيجي اعرف بقى array ده الوضع بيختلف. الاري بتبقى ورا بعض، يعني انا الاري بتبقى عباره عن ايه؟ مجموعه من العناصر ورا بعض، كل ايتم ورا اللي بعده ورا اللي بعده وهكذا. سوري بقى يا جماعه مش عارف الماوس مش مظبوط النهارده. خلاص اهو الذاكره العناصر ورا بعضها، فاكس اوف 0 واكس اوف 1 واكس اوف 2 واكس اوف 3 دايما بيبقوا ورا بعض. طب لما اجي اطبع الاكس هنا فانا بطبع ايه؟ بطبع القيمه بتاعتها ولا بطبع الادرس بتاعها؟ الادرس. بطبع الادرس بتاعها. خلاص؟ طب تعالى نعمل اختبار بسيط قوي، حتى اختبار ممكن لايه؟ لحاجه من نوع شورت مش لازم اكس عشان نشوف الحاجات بتطبع ورا بعض ولا لا. لو قلت كده ايه؟ اكس يساوي 1 2 3 4 5 وجيت طبعت هنا اكس اوف 0 وعنوان اكس اوف 0 ودي قلنا عليها ايه؟ اكس اوف 0 طبعنا اكس اوف 1 سيب كفايه علينا بس ايه؟ واكس اوف 2 كفايه 0 1 انا اشوف هيبقى عناوينها في الميموري ايه برضو. ده هنا هو دول ورا بعض، دي انا متاكد مليون في الميه ان هم ورا بعض لان دي اري مفيش حاجه هنا تقدر تخليه يفكر ان هو يحطهم متبحترين. خلاص يبقى ده غصب عنه لازم يبقوا ورا بعض. تعال نشوف ورا بعض ازاي بقى. بص هنا الفرق ايه؟ 0 2 4 واضحه. وبالتالي هنا وهنا مضطر ان يبقى العناصر ورا بعض والفروق ما بينهم اتنينات اللي هي حجم الشورت. واضحه النقطه دي يا جماعه؟ طب تعالى نخلي حاجه نخليها من نوع كاركتر. كاركتر يعني كام بايت؟ الكاركتر يبقى بكام بايت يا جماعه؟ واحد. يبقى برضه هيبقى ورا بعض والفرق بينهم واحد. بصوا كده اهو 0 1 2 يبقى ده هنا باي فورس الادرس بتاع العنصر خلاص اخذ قيم زي ما شايف كده في النص. طبعا مش معنى كده ان البروسيسور بيقراهم كل واحد لوحده، ده هو بيقرا ورد اربعات يعني على هو البروسيسور امكانياته كده بيقرا اربعات اربعات، هو الاحسن له يبقوا متبحترين في الميموري، بس هو بما ان دي اري بيبقوا ورا بعض فهنا خلاص ده حاجه لا هتحصل هتحصل، لازم يقراهم ويرجع يفصصهم وياخد العنصر اللي انت عايزه، عايز اكس اوف 0 يروح يطلعه، عايز اكس اوف 1 يروح مطلعه في النص، يا عايز اكس اوف 2 يطلعه وهكذا. فده ببساطه فكره الايه؟ الاريز والادريسيز جوه الاريز. واضحه الفكره يا جماعه؟ لغايه هنا واضحه؟ دكتور يعني دول برضو مالتيبل فور ولا كده واضح؟ لا طبعا هنا دول مالتيبل فور لان ده انتجر، لكن في حاله الشورت والكاركتر بقى مالتيبل اوف 1 او مالتيبل اوف 2 صح ولا لا؟ تمام. طيب يبقى اذا دلوقتي امكانيه الفلكسبيليتي اللي كان البروسيسور حاططها ان هو يحط الحاجات في اربعات مش هعرف استخدمها هنا لان دي اريز والعناصر لازم تبقى ورا بعض. الايتيمز لازم تبقى ورا بعض ولازقه في بعض كمان، ما ينفعش يبقى في سبيسز ان بتوين. اوكي؟ لان هم كلهم وحده واحده.
الري على بعض. طيب حد عنده سؤال دكتور؟ يا دكتور، هو الادرس بيدي الستارت، يعني بيدي الستارت بتاعه الداتا، بدايه الداتا. ايوه بيدي البدايه بتاعه الداتا من الناحيه بتاعه الليست. انتوا لو ذاكرين لوجيك في حاجه اسمها الليست سيجنيفيكانت وفي الموست، بيدي البدايه من ناحيه الليست اللي هو الاقل خلاص، او اللي هي يعني زي عندنا بالظبط كده احاد عشرات مئات، بيدي الليست اللي هي حاجه شبه الاحاد يعني، اللي هي الاقل في الايه في الـ في الـ في الاوردر يعني. تمام، واضحه يا جماعه؟ تمام. نيجي هنا في البرنامج دوت، ده البرنامج بيعمل ايه؟ بيكتب انتجر اكس معرف لي اري معرف لي اي. هنا في طريقتين للتعامل مع العناصر اللي في الاري، الطريقه دي والطريقه دي. الطريقه ديت تعال نكتبها كده مع بعض عشان خاطر برضو ايه يعني، اهو اعرف انتجر اي فور لوب نطبع بيها العناصر الخمسه دول. اي يساوي زين اقل من خمسه، اي بلس بلس. تعالى نعمل عمليه الطباعه، برنت اف في الميه دي اكس اوف اي. دي الطباعه التقليديه خلاص، دي الطباعه التقليديه اللي احنا كنا بنعملها. اهو هيطبع لي هنا الخمس ارقام، ممكن احط كل واحد في السطر لوحده. ادي سلاش ان اهي. طيب بما ان الاكس ده ادرس، اكس ده اذا ادرس، في طريقه ثانيه لطباعه المحتوى او نوتيشن ثاني، نوتيشن ثاني يتوافق بقى مع الحاجات اللي هناخدها. النوتيشن الثاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ اكس بلس اي بلس اكس بلس اي. تعالى كده نكتب ايه؟ اهو لو انا حطيت كده، انا هحط عناوين بس يا جماعه، يعني اتخيل كده لو انا عايز اطلع العناوين مش عايز اطلع القيم، يعني انا هطبع هنا في الميه دي في الميه 0 اكس زي سوري 0 اكس في 0 اكس في الميه 0 8 اكس هاز فاليو اوف. نطبع مره العنوان ونطبع القيم. تعال نطبع كده اهو، دي العناوين اهي يا جماعه 8 سي 0 4 8، وادي القيم اللي جوه. النوتيشن الجديد، النوتيشن الجديد ايكويفالنت لده. يعني ايه بقى؟ لو انا عايز اطبع العنوان ممكن اقول له كده اكس، مش اكس نفسها عنوان، مش اكس نفسها اذا انا ادرس. تعال نطبع بس كده ده لوحده، يعني اكس لوحده مش مهم يعني، لو تتفرج عليه يطلع لي نفس القيمه صح ولا لا، اللي هي اول عنصر فيهم عنوان يعني الاري نفسه الاصلي الكبير. لكن لو انا حطيت بلس اي، بصوا كده 8 سي 0 4 8، رجع تاني طبع لي عناوين كل عنصر في الاري. والمهم بين ان هو مش بلس اي، يعني لاحظ ان الاي هنا عباره عن ايه؟ ده بيزيد 0 1 2 3 4، يعني المفروض ان هو كان يزيد 0 1 2 3 4 5، لا ده هنا بيزيد ايه؟ اربعات. يبقى اذا ده بقى حاجه مختلفه، ان الادرس لما اجي اجمع عليه رقم كما لو اني بجمع عليه كام يونت، كام ايتم من العنصر دوت. انا عندي انتجر يعني بتحرك اربعات، انا عندي شورتينات، انا عندي كاركتر بتحرك، عندي دبل بتحرك ثمانيات. يبقى اذا الاي هنا مش معناه رقم بيتجمع، لا ده يونت كامله، يونت كامله بتتجمع. واضحه الفكره دي يا جماعه؟ اكس بلس اي هنا معناها ايه؟ معناها ان انا جامع كام يونت، يعني كما لو انها بالظبط اند اكس اوف اي. يبقى دي طريقه للكتابه ودي طريقه للايه؟ للكتابه. واضحه الفكره دي يا جماعه؟ ها؟ تمام. خلاص يبقى اذا اكس بلس اي ما هياش اكس بلس واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده معناها واحد مضروبه في ايه؟ اهو تاني حتى احنا ممكن نفسرها هنا على جنب كده اهو، اكس
بلس اي اهو بلس اي اللي موجوده دي كما لو انها بالظبط كده اكس بلس اي مضروبه في السايز اوف ايه بقى انتجر حجم الانتجر لان انا عندي هنا فوق انا معرف الانتجر دي اكس اوف 5 واذا اكس بلس اي ايكويفالنت لكلام ده الكومبايلر بيترجمها كده العباره دي مهمه جدا الاكسبريشن دي مهمه جدا عشان تفهم هو بيعمل ايه هو مش بيجمع الاي هو بيجمع عليها اي زائد السايز اوف انتجر ليه بقى عمل الحكايه دي ليه ما جمعهاش جمع ارقام لان اكس دي از ان ادرس ما هياش رقم ما هياش رقم طبيعي ده عباره عن عنوان فما بيجمعش عليه الارقام طبيعي كده الا بيجمع الرقم بيضربه في السايز بتاع نوع الفاريبل نفسه اللي هو انت طب اكس بلس اي نفسه ده عشان اقرا محتواه في طريقه ثانيه لقرايه المحتوى غير الطريقه دي ممكن احطه ما بين قوسين كده واروح حاطط قبليه استريكس قبل ما نتفرج عليها ترجمه استريكس بلس اي استريكس نفسها دي معناها كلمه فاليو اوف او فاليو ات كذا الفاليو اللي عند كذا واحنا خدنا بعد كده قبل كده ان اند معناها ايه ادرس اوف يبقى لما الاقي كلمه اند معناها ادرس اوف استريكس معناها فاليو ات فبالتالي هنا انا بقايل ايه فاليو ات اكس بلس اي يبقى كما لو انها دي بالظبط يبقى دي ايكويفالنت لديت نيجي نشغل كده هنلاقي ان ايه طلعت لي نفس النتائج اللي كانت موجودة قبل كده واضحة يا جماعة حد عنده مشكلة طب يا دكتور معلش وإيه السؤال إن أنا الإكس دي اسمها بلاك نعم لا السؤالين دلوقتي واحد فيكم يقول بس ها طب معلش يا دكتور إيه الفرق إن أنا أقول أول الفرق ان انا اقول x مثلا بلس اي ونعملهم كده اللي هي كوسين ونجمه لا دي طريقه ودي طريقه والاثنين ايكويفالنت لبعض يعني براحتك استخدم دي او استخدم دي بس لازم تبقى فاهم الاثنين تمام اهم حاجه عندي انك تكون فاهم الاثنين لما تشوف دي تستخدمها وتفهمها لان انت مش دايما هتكتب الكود انت ممكن غيرك يبقى كاتب الكود وانت تقراه خلاص يبقى انا هنا مش بفرص عليك طريقه معينه تكتب بيها اكتب بطريقه تعجبك يا سيدي بس اتليست لما يجي لك كود واحد تاني كاتبه تفهمه وده الغرض ان احنا نتعلم الالترناتيفز خلاص ممكن ما انت ما يكونش عاجبك دي ماشي مش عايز تستخدم دي ماشي مفيش مشكله بس المشكله هيجي لك كود مكتوب بيها هتعمل ايه بقى ساعتها هتضطر تفهم خلاص حد عنده بقى سؤال تاني كان في واحد تاني بيسال ايوه دكتور هو احنا مثلا بنعمل برينتنج للادرس بيظهر يعني رقم كبير كده في الاول وبعدين الرقم صغير بيتغير الرقم الكبير ده ايه هو في عنوان الحاجه ما هو طبيعي ان الذاكره بتاعتي بيبقى في مكان ما في الذاكره يعني طبيعي ان هو بيبقى في مكان كبير او الذاكره اهو ده عنوان البرنامج اهو بعيد موجود في مكان ما بعيد في الذاكره خلاص وده مكان الفاريبل بيتغير طبيعي ان انا جوه البرنامج كده انا ساكن في شارع 15 مش عارف ايه سعيد محمد الضوء الشقه كذا كل الناس في العماره عندنا نفس العنوان بس احنا الفرق ما بين بعض منا وبعض انا الدور الاول الثاني الدور الثاني الثالث الرابع الخامس فطبيعي ان العنوان بيبقى جزء كبير منه ثابت وجزء منه بيتغير ولا ده مش طبيعي لا طبيعي تمام طيب حد عنده سؤال ثاني طب دكتور لو انا مثلا عندي مثلا فاريبل مثلا نوع كاركتر مثلا المفروض ان هو ياخد جزء من اللوكيشن ده مش كله المفروض ان حاجه تانية تعرف الحاجه اللي جوه اللوكيشن او الفاليو مثلا هي مش هتفرق حاجه خالص لو عايز تحط ده كاركتر احطه لك كاركتر تعال نجرب كده كاركتر هتلاقي العناوين بس بتعد بايه الفرق بينها واحد 4 5 6 7 8 ده الفرق الوحيد ان كل واحد فيهم اخد 1 بايت مش اخد 4 بايت طب لو انا كنت عملته ده شورت هتلاقيهم اتنينات بص كده اهو 8 a c e 0 الفرق بينهم اتنينات على فكره 8 دي الايه هي 10 وده 12 وده 14
وده 16. واضحة؟ طب لو خليتهم تمانيات ايه الحاجة اللي عندنا اللي حجمها تمانية؟ افتكروا كده؟ الضابل الضابل اهو. هو طبعا هدينا شوية ورنكس بس هيشتغل اهو. 8 0 8 0 8 0 واضحة؟ الفرق هنا ايه؟ الفرق تمانيات. واضحة يا جماعة؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى ده ببساطة على حسب نوع الفاريبل بتاعه. طيب. فهمنا كده اللي موجود هنا، اللي موجود هنا ان انا عندي طريقتين لطباعة الايه؟ المحتوى، يا اما بستخدم فاليو اوف يا اما بستخدم الطريقة التقليدية، الاندكس دي بيسموها طريقة الاندكس، يعني ان انا حاطط اندكس هنا في النص بقول له العنصر رقم كذا، دي يعني مش مفهومة شوية بالنسبة لك بس اللي بيفهمها واحد فاهم في الادريسيز والبوينترز. معناها ده الفاليو ات الادرس الفلاني. اوكي؟ تفهمها بالطريقة دي؟ تفهمها بالطريقة دي؟ مش مشكلة، أهم حاجة تعرف تستخدمها. أهو يا جماعة تفسيرا لها أهو، دي طريقة الاندكس x of i اللي هي value at i entry of x. equivalent to value at الادرس الفلاني زائد i entries. خلاص؟ يا تفهمها كده يا تفهمها كده. بس أنت لازم تفهم الطريقتين. لان ده الادرس هتستخدمه بكثره بعد كده. طبعا اغلب الناس بتكتب باستخدام الادرس نوتيشن مش باستخدام الاندكس نوتيشن، يعني الناس اللي شغاله بوينترز وادريسز بيشتغلوا بالطريقه دي، فهتلاقي غالبيه الاكواد فيها النوتيشن ده، يعني غالبيه الاكواد الموجوده على في السي هتلاقيها شغاله بالطريقه دي. اتفضل. طب هو كده يا دكتور ما جمعش الادرس بتاع الاكس زي الادرس بتاع الاي، ولا جاب الادرس بتاع الاكس وجمع عليه اي بس؟ بقى انت عندك الادرس بتاع الاكس زائد اي انتريز، الرقم اللي بيتجمع ده عدد العناصر. اوكي؟ عدد العناصر. يعني اول واحد ده هو اللي بنجيب الادرس بتاعه، والثاني ده بيبقى ايوه هي بتبقى عباره عن جزئين، جزء ادرس وجزء عداد جنب الادرس. تمام؟ تمام. طيب ده برضو نفس البرنامج اهو، استخدمت بقى في الطريقتين، مره طبعت بالطريقه اللي هي الادرس نوتيشن، ومره بالاندكس نوتيشن، الاثنين شغالين واستخدم الطريقه اللي تعجبك. اوكي؟ بس افهم الاثنين، لازم تكون فاهم الاثنين، وده اللي باكد عليه. طيب تعالى نتفرج على البرنامج ده، نختبر معلوماتنا. يعني اما اقول هنا لونج، هو باي ذا واي لونج بالال سمول، اكس وواي كاركتر اي بي شورت ام وان دبل زد شورت اس ب 25 فلوت اكس ب 20. واضحه؟ الحجم المستخدم هنا في الميموري ممكن يكون بالمنظر ده. انا طبعا بقول كلمه ممكن ليه؟ لان الكومبايلرز بتختلف عن بعض. يعني ده هنا 4 بايت 4 بايت 1 بايت 1 بايت 2 بايت 2 بايت 8 بايت 50 بايت و 80 بايت. جم منين؟ ده لونج 4 الكاركتر 1 الشورت 2 الدبل 8. دي اري اوف شورت فيها 50 بايت. 50 بايت ليه؟ لانها عباره عن 25 في 2. دي اري اوف فلوت 80 بايت لانها 20 في 4. حد عنده مشكله هنا في التجميعه دي؟ لا تمام. كلهم على بعض 152. يبقى ده الاستيميتد ميموري سايز اهو 152 بايت، يعني البرنامج ده كده حاجز له في الذاكره 152 بايت. اما الاكشوال ممكن يكون مختلف، ممكن انا بقول ممكن مش بقول دايما، لان الكومبايلرز ممكن تحجز اكتر او اقل. خلاص؟ فالاكشوال ميموري سايز خلاص ممكن يكون كذا، ان هو بقى ايه اللونج. لو انا عندي 32 بت كمبيوتر كل واحد من دول المينيمم سايز 4، المينيمم سايز 4 ممكن يبقى المينيمم سايز 4. فالاكس طبيعي هياخد 4 و4، اما الكاركتر رغم انه 1 بايت هياخد برضه 4 و4، اما الشورت رغم انه 2 بايت هياخد برضه 4 و4، اما الدبل فده 8 فهياخد 4. خلاص؟ اما الشورت ده هنا بقى ده هياخد كام؟ 25 في 2 بكام؟ ب 80 ب 50، بس 50 دي مش مالتيبل 4 فهيروح مزود عليهم 2 كمان، يبقى هيحجز في الذاكره 52 بايت. اما دي فدي عباره عن 20 في 4 ب 80، فدول مالتيبل 4 بالمصادفه فهتفضل 80.
يبقى التوتال سايز عندي هيبقى 164 بايت. 164 بايت ده جيفن ذات ان الكمبيوتر بتاعي كام؟ 32 بت. اما لو كان 64 بت احسبوها انتوا بقى، ساعتها كل دول هيبقوا 8، يبقى ده 8 8 8 8 8 8 ودي هتبقى 8 ودي هتبقى مالتيبل اوف 4 اوف 8 اللي هي هتبقى 56 يعني، ودي مالتيبل اوف 8 هي اوريدي مالتيبل اوف 8 هتفضل زي ما هي، ساعتها التجميع هتبقى مختلف. اوكي يا جماعه، فده ببساطه الاكشوال ميموري سايز. كتير قوي من الكومبايلرز هيبقى بالمنظر ده، زي ما قلت لكم ان ممكن الكومبايلر ببساطه يروح ملزقهم جنب بعض وما يهتمش بحكايه ال 64 و 32، فده وارد على حسب السيتنجز الديفولت سيتنجز الموجوده جوه. وزي ما قلت لك انت ممكن تغير الموضوع بتاع الالاينمنت ده، تخليه ستريكت او فليكسبل، خلاص يا تخليه ستريكت يا فليكسبل. انا ما اعرفش كل كومبايلر كونفيجرد بايه باي ديفولت، فانت اللي بتحط الكونفيجريشن ده بتغيره بعد كده. واضحه لغايه هنا يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ دكتور، هو ده السبب اللي كنا على اساسه بنلاقي فيه بايتس زياده لما بنجيب السايز بتاع الاستراكشر؟ اه طبعا، لان هو ما بيجي يحط السايز بتاع الاستراكشر لو ستريكت بيبقى على قد الداتا بالظبط، لو مش ستريكت بيبدا يخليهم مالتيبل اوف 4 او مالتيبل اوف 8 على حسب نوع البروسيسور. اوكي اه تمام. طبعا انت ممكن توفر رايد موضوع البروسيسور ده خالص، تحط الاينمنت مع نفسك، يعني ممكن تقول له اشتغل لي على ايه، على 8 بيت 8 بايت الاينمنت، حتى لو البروسيسور بتاعك 32 يبقى الكومبايلر بيظبطهم 8، وارد يعني ممكن تعمل كده. فبالتالي لكن دايما الكومبايلر بيختار ايه يعني كونفيجريشن معينه وانت بتظبطها اكوردنج للنيدز بتاعتك. اوكي، واحد هيقول لي طب يعني ايه، على ايه وجع الدماغ دوت، يعني ليه ما اشغل نفسي ايه بالحكايه دي، ما الكومبايلر يعملها زي ما يعملها وخلاص وريحنا خلاص. اقول لك لا، اوجع دماغك لسبب بسيط قوي. فلنفرض ان بيحصل كوميونيكيشن ما بين اثنين كمبيوترز، واحد فيهم 32 بت والثاني 64 بت، وبيتبادلوا البيانات ما بينهم وبين بعض. تفتكر هيفهموا بعض لو كل واحد فيهم ليه الاينمنت مختلف؟ ها حد كده يقول لي يفهموا بعض ولا مش هيفهموا بعض؟ مش هيفهموا بعض لان كل واحد فيهم شايف الداتا بشكل مختلف، مرتبه بشكل مختلف. يبقى اذا توحيد الالاينمنت في حد ذاته حاجه كويسه. خلاص، ممكن نفس البرنامج نفسه يكون معمول بس طالع منه اثنين فيرجن، واحد 64 واحد ايه 32، واحد بيكلموا بعض على الشبكه، واحد منزل على ويندوز 32 والثاني نزل على ويندوز 64، وفيه بيحصل كوميونيكيشن شاتنج او وات ايفر او وات ايفر، ده شغال بالالاينمنت وده شغال بالالاينمنت، فطبيعي مش هيعرفوا يتكلموا بعض، هتبقى دي بجايه لازم تتعالج. خلاص، فحلها ببساطه توحيد الالاينمنت ما بين البرامج وبعضها. طبعا في حلول ثانيه كتير، انا مش بتكلم على، انا بتكلم على سيتويشن معين، لكن في حلول ثانيه كتير جدا الناس بتلجا ليها للكوميونيكيشن غير بقى موضوع الالاينمنت، بس دي تعرفوه بقى ان شاء الله بعدين. اوكي؟ طيب هنا حسبنا يا جماعه موضوع ال ادي الاستراكشر، زميلكم اللي كان بيسال عن موضوع الاستراكشر، ادي الاس بيرسون اهي حجمها هنا 40 بايت او 56 بايت على حسب الالاينمنت. لو انا عامل بايت الاينمنت ب 4 او عامل بايت الاينمنت ب 8، او ممكن ما اعملش الاينمنت اصلا، ساعتها بقى يبقوا متلزقين جنب بعض، ساعتها هتبقى ده ايه 18 زائد 4 زائد 1 زائد 2 زائد 8، تخيل بقى كومباكت بقى. اوكي، ممكن تطلع بالمنظر ده اللي هو ايه تجميعه الاكشوال سايز ده. لغايه هنا شفنا الموضوع بتاع الميموري والادرس والسايز، ونيجي بقى حتى نشوف حته السايز اوف. باي ذا واي سايز اوف دي انا درستها لكم قبل كده، فهي موجوده هنا في شابتر البوينترز، فاحنا عارفين يعني ايه سايز اوف من دلوقتي. سايز اوف بتجيب لي الحجم بالبايتس للاستراكشرايه او للفاريبل بتاعي، بتشوف الكومبايلر حاجز حجم قد ايه، مش بتجيب الحجم الحقيقي، لا بتجيب لك الحاجه اللي الكومبايلر حجزها خلاص. فسايز اوف استراكشر بيجيب لي السايز بتاع الاستراكشرايه دي، وبيقول لي بقى بعرف منها بقى الكومبايلر ده شغال 4 بايت الاينمنت ولا 8 بايت الاينمنت ولا ستريكت الاينمنت، الله اعلم. دي هعرفها لو طبعت كلمه سايز اوف دي. وطبعا شفنا ان السايز اوف مفيده جدا في حساب حجم الاري، عشان ما اضطرش ان انا ايه اعد، فبالتالي لو انا قلت سايز اوف اكس على سايز اوف لونج كده هو هيعد لي العدد وهيطلع لي الخمسه من غير ما اضطر اكتبها.
شفنا الكلام ده قبل كده يعني اللي من يريد ان يتذكر يعني هنا هو سايز اوف دي بتحسب المكان اللي هو عدد البايتس اللي متاخده من الميموري ولا بتحسب مثلا عدد الاليمنتس اللي في الاراي مثلا؟ لا عدد البايتس عشان كده بقسم على سايز اوف لونج عشان اجيب العدد. الري دي حجمها كام في الميموري؟ 4 في 5 ب 20 يبقى 20 على 4 فيها ال 5 صح؟ تمام يبقى سايز اوف بتحسب بالبايتس. طيب كده هنبدا ندخل بقى للبوينترز، ندخل لموضوع البوينترز. قبل ما ندخل برضو انا احب ان انا ايه يعني اعمل لكم كذا اكزامبل كده بالكود عشان خاطر نفهم ايه الموضوع بتاع البوينترز دوت وبعدين نرجع نبص على السلايدز. ادوني بس دقيقه بس يا جماعه هظبط حاجه في الشبكه عندي. هاي يا جماعة هنرجع تاني بقى نشوف البوينترز. بص بقى يا جماعة عايزين نفهم الموضوع ده بالراحة كده خلاص. أنا البوينترز من المواضيع المعقدة، من المواضيع المعقدة في لغة في لغات البرمجة. التعقيد ده أدى لإيه؟ أدى إن هم يطلعوا لغات تانية ما فيهاش بوينترز من كتر ما هي حاجة رخمة. خلاص ما هياش رخمه. احنا النهارده ان شاء الله هنفهم البوينترز، هتلاقوها يعني الكونسبت سهله ما فيش حاجه فيها. المشكله البوينترز ان هي بتليد لمشاكل، بتعمل مشاكل لو الواحد ما خدش باله كويس، لو الواحد ما خدش باله كويس. فده اللي خلى اللغات البرمجه الثانيه الجديده الحديثه ما فيهاش بوينترز، تخفيفا لكميه المشاكل اللي كانت بتظهر بسبب البوينترز. لكن المشكله ان التخفيف ده ادى الى امباكت على السرعه وعلى البرفورمانس، خلت اللغات الحديثه كلها بلا استثناء بطيئه. خلاص كومبيرد بلغه السي، خلت لغايه دلوقتي ان ما فيش ولا اوبريتنج سيستم ولا برنامج كبير ولا كومبايلر ولا اي دي اي ولا برنامج ديزاين ولا اي حاجه من البرامج اللي انتم عارفينها وتسمعوا عنها خلاص معموله بلغه غير لغه السي والسي بلس بلس. خلاص يبقى اذا دلوقتي البوينترز قويه جدا لدرجه ان هي اللي عملت كل الانظمه دي ولا زالت بتعملها. يعني اي حد هيشتغل في مايكروسوفت ان شاء الله ولا في شركه من الشركات الضخمه الا هيشتغل بلغه السي. لان هي البرامج العملاقه دي ما بتتعملش غير بالسي او السي بلس بلس. ليه؟ لان مفيش بديل للقوه والسرعه في الاداء اللي بيعمله لي البوينترز. اذا البوينترز رغم ان هي بتؤدي الى دايما مشاكل في البرامج الا ان هي مفيش بديل عنها في ان هي تعمل برامج قويه وانظمه عملاقه. دايما هتلاقي اللي بيشتغل بالبوينترز مهندسين. ليه؟ لانه فاهم يعني ايه ميموري، فاهم يعني ايه هاردوير، فاهم يعني ايه كهرباء، فاهم يعني بيتس، يعني فاهم يعني ايه ادرس، بيدرس الكلام ده على مدى الاربع خمس سنين، فبالتالي هو حريص جدا وفاهم جدا في التعامل معاه. لكن واحد خريج جامعه ثانيه، مش هنقول كمبيوتر ساينس، هنقول مثلا خريج اداب وتعلم كورس كمبيوتر وبيعمل برامج محاسبه او بيعمل مواقع على الانترنت، خلاص؟ واحد زي دوت لو انت اديت له البوينترز مليون في الميه مش عارف يستخدمها، لانه مش فاهم اصلا الكونسبتس اللي وراها.
وفي نفس الوقت ما لهاش معنى خالص ان انا واحد بيعمل مواقع على الانترنت خلاص اديله اعلمه بوينترز، لا ده انا اعمل له لغه اسهل حتى لو بطيئه شويه بس في نفس الوقت وفي نفس الوقت سهله في الاستخدام تنجز معاه وتخليه يخلص الموقع بسرعه خلاص. يبقى اذا دلوقتي يعني كل واحد فينا بيبقى ليه دوره، هو دوره بيعمل مواقع بيبقى عنده حس جمالي شويه بيقدر يطلع حاجه شكلها جميل وحلو، وفي نفس الوقت مش لازم اعقد له الدنيا واخليه يشتغل بالبوينترز لان هو 100% مش هيفهمها وهيستخدمها غلط. وده اللي كان بيحصل زمان مع الناس اللي كانت بتحاول تخش مجال البرمجه وهي ما عندهاش خلفيه هندسيه، فكانوا طبعا بيتعكوا في موضوع البوينترز ده وبيجي لهم عقد بسبب الموضوع ده. ساعتها بقى بسبب كده اضطرينا ان احنا نعمل لغات تانية، احنا كمهندسين عملنا لغات تانية للناس الاقل مش الاقل اللي هم بيشغلين في دومين تاني عشان يقدروا يعملوا برامج بشكل اسهل وعشان احنا نرتاح احنا ونعمل احنا نخلينا احنا في الانجنز الاقوى اللي هي بتبني بالكمبيوتر، لكن لغات البرمجه الثانيه دي للناس اللي تقدر تبني برامج بشكل اسرع للبزنس، وهم برضو متفوقين في المجال بتاعهم. يعني انت كمهندس مش هتعمل برنامج محاسبه، مش هتبقى فاهم محاسبيا ايه حاجات المحاسبه، انت كمهندس مش هتعمل موقع شكله كويس، ما انت مش بتاع جرافيكس مش بتاع الوان خلاص. اذا دلوقتي كل واحد فينا بيقوم بدوره، وبدانا نعمل لغات ده هاي ليفل اللي هي ابسط واسهل، وبدانا نطلع في الهاي ليفل ده للصبح بقى. يعني بقينا نعمل ايه بقى؟ بقينا نعمل لغات برمجه فيها كود، في بقى لغات برمجه مش شغاله بالكود اصلا، دراج اند دروب وكونكشن وفيجوال، في لغات برمجه بتعمل دي مثلا ممكن نعمل بيها جيمز مثلا زي اللغات اللي بيستخدمها اللي بتستخدم في عمل الجيمز او برامج لاداره المصانع، مش لازم كل حاجه بقى بتكتب فور لوب وواي لوب واف كونديشن، ده انت ممكن تعمل فلو شارت ترسمه كده ويطلع لك وينفذ لك اوبريشن معينه جوه المصنع خلاص. حتى لغات الاطفال طلع لغه اسمها بلوكلي، دي دراج اند دروب بتفهم الطفل اساليب البرمجه دون اللجوء لكتابه الكود خلاص. فدي كلها وسائل مختلفه خلاص لمحاوله ان احنا نشرك السوسايتي بتاعنا في لغه البرمجه خلاص. لدرجه ان الامم المتحده عملت حاجه اسمها يعني ان في تعريف جديد ان الشخص الغير متعلم ان هو ما يعرفش برمجه خلاص. عشان كده كانت في انيشيتيف كتير قوي معموله، حاجه من ضمنها انيشيتيف كان عاملها بيل جيتس اسمها ساعه البرمجه، ان انت لازم كل شخص يبقى من حقه على الاقل ياخد ساعه يتعلم فيها برمجه خلاص عشان يبقى اوير بالبروجرامنج على الكمبيوتر خلاص. فاحنا شغالين باللو ليفل لانجويج والاذر سيكتورز شغاله بالهاي ليفل لانجويج، ومفيش مانع سيادتك ان لو حبيت تشتغل بالحاجات الهاي ليفل نتيجه انت عندك تالنت معينه في الجرافيكس او في الحسابات او في كذا او في كذا او في كذا ممكن تعمل البرامج الهاي ليفل. لكن احنا مجالنا لغه السي ولغه السي بلس بلس، ويمكن كان قبل كده زمان كنا بنشتغل بلغه اسمها الاسامبلي وان كان استخدامها قل جدا جدا جدا، لان السي والسي بلس بلس الى حد ما بتغطي كل الاحتياجات دي، ما بنضطرش ننزل ليفل اقل من كده. اوكي نرجع بقى تاني للبوينتر بعد المقدمه دي عن البوينتر، نرجع نتعلم يعني بوينتر. انا هقول هنا يا جماعه انتجر استريكس سوري انتجر اكس، وهنيجي نعرف انتجر استريكس بي. اكس ديت انا حاطط جواها 6 ده فاريبل عادي، اما بي فده بوينتر. بوينتر يعني ايه؟ ده فاريبل من نوع بوينتر سوري ده بوينتر من نوع انتجر، بوينتر من نوع انتجر يعني ايه؟ يعني عباره عن مكان في الذاكره بيشيل عنوان، بيشيل رقم العنوان، العنوان ده بالنسبه لي ده رقم خلاص لحاجه من نوع انتجر، لحاجه من نوع زي ورقه بيضاء كده مكتوب عليها عنوان بيت، هي شايله عنوان لحاجه من نوعها بيت مش نوعها بيلدينج مش نوعها شقه خلاص. فيعني الحاجات دي انواع، ما انا مكتب عنوان على ورقه بيضاء، العنوان ده ممكن يكون عنوان شقه، عماره، مصلحه حكوميه، مطار، واتيفر خلاص. نفس القصه بالظبط، العنوان اللي هنا ده اللي انا كاتبه هنا ده رقم، بس رقم عنوان ايه بقى؟ عنوان انتجر ولا شورت ولا لونج ولا دبل ولا استراكشريه ولا واتيفر ولا تيفر خلاص. يبقى ده ببساطه هنا بحط النوع، والاستريكس دي معناها ان ده بوينتر خلاص، واللي هنا ده اسم البوينتر. طب انا عايز اخزن جواها عنوان، اقدر ببساطه اقول اند اكس
مش الاك اند اكس ده عنوان وده بيشيل العنوان، خلاص انا كده حطيت العنوان ده جوه العنوان ده، خلصت يعني. اوكي طيب، عايز بقى اتعامل مع المحتوى بتاع العنوان من خلال العنوان ازاي بقى؟ فاكرين احنا كنا بنعمل برينت اف ونقول له ايه؟ اكس ادرس از بالمية اكس اند فاليو از بالمية دي سلاش ان، واروح حاطط هنا اند اكس وادي الاكس، واروح مشغل. ده اللي احنا كنا بنعمله زمان، عايزين نعمله بقى بطريقه ان دايركت من خلال البي ديت. بنزوقها كده، بنحط 0x 0 8x اهو، يعني عشان تطلع ايه في 8 بايت، يعني 8 ديجيت سور. اوكي طيب، تعالى نعمل الكلام ده من خلال البي بطريقه ان دايركت. نقول له بقى الايه اكس ادرس، انا حاطه هنا ايه او بي هاز ادرس اوف، روح حاطط الايه العنوان بتاع البي بوينت تو فاليو او تو انتجر فاليو ايوه، عايز اجيب بقى اللي جواها كقيمه، بقول له ايه فاليو، فاكرين الاستريكس؟ استريكس معناها ايه؟ فاليو ات بي. تعالى بقى ايه نبص كده عليها اهي، بي ادرس هو هو نفس الاكس ادرس اند بوينت تو انتجر فاليو ايكوال 6. يبقى هنا بقى استخدمت البي لعمل ايه؟ لمعرفه العنوان، لتخزين العنوان ومعرفه محتوى العنوان. طب لو انا جيت كده يا جماعه كنت معرف كمان شويه كده انتجر واي وحطيت فيها 18 19، وجيت هنا قلت ايه بي بيساوي اند واي، يعني معنى كده ان انا ممكن اغير العنوان كده بقى، نفس اللاين دوت هيطبع لي حاجه مختلفه. بص كده هتلاقي المحتوى هنا ايه اختلف، العنوان اولا بقى عنوان الواي وبقى ايه جواه 19. واضح كده يا جماعه المطلوب؟ واضح يعني ايه بوينتر؟ ها حد عنده سؤال هنا؟ يعني يا دكتور هو بيروح العنوان ده يجيب الفاليو بتاعت الاكس لا انسى بقى اكس بقى، ما بيجيب الفاليو اللي جواه خلاص؟ تمام، بيجيب الفاليو اللي جواه. العنوان ده ورقه بيضاء بكتب عليها بالرصاص، يعني ممكن تمسح كده وروح كاتب عنوان تاني، تمسح وكاتب عنوان تالت خلاص؟ فالعنوان دوت جواه محتوى. خلاص؟ انت طبعا انت عارف اوريجينالي ان انت كاتب جواه اكس، انت حاطط جواه عنوان اكس وانت اللي حاطط جواه عنوان واي، فانت اللي تبقى بعينك كده انت شايف من البرنامج ايه اللي بيحصل، صح ولا لا؟ لكن البي نفسها بتشاور على قيمه، القيمه دي بنوع انتجر. طب احنا ممكن نخلي البي برضه تشاور على اري، يعني تعالى كده لو احنا قلنا كده انتجر زد اوف، ونحطينا رزعنا كده كم ايه كم قيمه 8 و4 و5 و خليها ارقام كبيره يعني اهو 100 نقدر نفرق. وتعالى كده نروح حاطين ايه يا جماعه بي بي يساوي زد، وطبعنا لاحظوا ان انا حاطط زد مش حاطط اند زد، ليه؟ عشان اسم الاريه العنوان بتاعها، عشان اسم الاريه ده عنوان مش محتاج احط اند. وتعالى نطبع كده اهو، ادي العنوان اهو وادي القيمه اللي هي 118 اللي هي اول قيمه، واضحه؟ واضحه لو حبيت اطبع ثاني قيمه اهو ممكن اقول له بلس 1 وهنا استريكس بلس 1 يبقى دي ثاني قيمه اهي 114، وادي القيمه الثانيه اهي. ده انا بقى هنا بقى في البوينترز ده ممكن نلعب بقى بالبوينترز، ممكن نعمل بي بلس بلس نطبع، هتطبع لي ايه دي يا جماعه؟ تطبع لي ثالث قيمه ولا ثاني قيمه؟ سوري انا هحط هنا بي، فيكم مركز تطبع ثاني قيمه ولا ثالث قيمه؟ تطبع 114 ولا 115؟
114 114 لا 114 لان البي هنا بيساوي زد وانا هنا زودت عليها واحد وانا ايه انا لخبطتكم بالسطر دوت بس انا هنا ما جمعتش انا ما زودتش على البي هنا حاجه ده انا زودت عليها واحد اثناء بس الطباعه انا طابع بي بلس واحد مش بس ما زودتش قيمه البي يعني ما غيرتش في الفاريبل اللي اسمه بي لكن هنا انا غيرت السطر ده انا غيرت في محتوى البي زودت عليها وان ايتم بصوا كده اهي 114 دي انا طابعها بالقصد انا طابع بي بلس واحد لكن دي انا طابع البي نفسها بعد ما زودتها بواحد بصوا كده وركزوا اللي عنده سؤال يسال طب يا دكتور معلش هو لو في اللاين اللي قبله كنت عملت بلس بلس بي كان هيطبع كده تالت فاليو لما اعمل بي بلس بلس تحتيها؟ اه طبعا اوكي اه تعالى بقى نعمل بي بلس بلس ثانيه ونتفر هيطبع اللي بعدها 15 طب تعالى نعمل بي ماينس ماينس يرجع تاني يطبع 114 طب تعالى نعمل اهو بي بلس يساوي 2 هيعد بقى ايه هنط على ايه على 218 صح؟ اهو 118 وهكذا اذا حتى البوينتر شوف بص ميزه البوينتر ان هو بيتحرك بتقدر تحركه خلاص كما لو قدامك سهم كده بوينتر كده بتاع الليزر بتحرك بتبص على ده او ده او ده او ده او ده خلاص هو نفس المكان بس ايه بتحاول ايه من خلاله تتفرج او توصل لاماكن مختلفه واضحه الفكره يا جماعه طب دكتور هو عارف منين ان انا بتكلم على الاري ما يعرفش هو عنده عنوان من نوع انتجر لا لما عملت بي بلس بلس عارف منين ان انا بتكلم على الزد لا ما انت حاطط اول مره البي بي ايكوال زد ما هو في سطر اهو قدامك اهو اه بيسيبها من قبلها ما هو مش بيسيبها ده مكان ده عباره عن مكان فيه رقم حته في الذاكره بتحط فيها عنوان عنوان الزد العنوان ده بيتحط از نمبر جوه البي وبيفضل موجود جوه البي تعمل عليها في بلس بلس ايوه تقدر تعمل فيه بلس بلس وماينس ماينس وتجمع عليه اثنين وتجمع وتعمل اللي انت عايزه تمام هو ده كده يا دكتور ياخد اول اليمنت في الزد ياخد الادرس بتاعه هو بياخد عنوان اول اليمنت في الزد او عنوان الاري ببساطه يعني اسمع عنوان الاري تمام يا دكتور طيب حد عنده سؤال تاني مش عايزين نطلع من السلايد دي اللي احنا فاهمين ها كله فاهم يا جماعه ماشي تعال نبص على الكلام ده تاني هنا احنا هنعيده اهو نديله ادرس إيه؟ مثلا بتاع الزد هو بيحدد الستيب على اساس ايه بتحدد الستيب على حسب نوع الانتجر ما هو نوع البوينتر نوع انتجر الاستبايه هنا اربعات لو كان نوعه شورت كان اتنينات لو كان نوعه كاركتر كان يبقى واحد كان لو نوعه دبل هيبقى تمانيات صح ولا لا تمام وهنعرف في اخر الشابتر كده حاجه اسمها بوينتر ملوش نوع ما ينفعش تعمل عليه ستيب اوكي بس ده بعدين في الاخر طيب هنا زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه انا هنا حطيت عرفت بوينتر اسمه بي اكس وحطيته بعنوان الاكس كده اقدر اطبع الاكس وعنوان الاكس هيطبع لي العنوان هو نفس العنوان الفرق ان ده عنوان الاكس وده القيمه اللي جوه البوينتر اللي هي برضه عنوان الاكس وهنا دي قيمه الاكس ودي القيمه اللي بيشاور عليها البوينتر اللي هي برضه الاكس لان انا مخلي الاي بي اكس بيساوي عنوان الاكس الفرق بقى يا جماعه فرق رهيب جدا ما بين البوينتر والايه والعنوان ان العنوان لا يتغير اما البوينتر ممكن اخليه يساوي يبقى جواه عنوان الاكس وعنوان الواي عنوان الزد صح ولا لا اما عنوان الاكس ده ثابت ما اقدرش اغيره واضحه الفرق يا جماعه ما بين الادرس والبوينتر الادرس فيكسد لكن العنوان متغير زي بالظبط كده انا عنواني ايه عنواني مثلا شارع كذا مش هيتغير ما اعرفش اغيره لكن الورقه البيضاء اللي مكتوب عليها عنواني ممكن امسحها لو مكتوب بالقلم الرصاص اروح مسحها وكتب عنوان فلان او عنوان علوان او كتب عنوان مطار القاهره او مبنى ماسبيرو
يعني يبقى اذا البوينتر هو الورقه البيضاء اللي مكتوب عليها العنوان، المكان اللي مكتوب عليه العنوان، فده في فرق. عايزين نفهم الفرق ده، ان انا ممكن اغير العنوان جوه البوينتر. طيب انذر اكزامبل برضه هو شبه اللي احنا عملناه، عرفت اكس بخمسة وواي بسبعة وعرفت بوينتر اسمه بي، مره بقى خليت البي بيساوي اند اكس وتعاملت طبعت قيمه البي، ومره خليت كتبت هنا بقى عايزين نكتب في العنوان ده، احنا دي ما شفناهاش. تعالى نعمل يعني تعالى كده نيجي كده هنا اقول له ايه استريكس بي هيساوي احنا كنا حاطين في الاكس كام 6 8 888 وتعال نطبع بقى الاكس نشغل كده بص الاكس بقى كام جواه كام 888 اذا انا برضو من خلال البوينتر اقدر اكتب في المكان اللي في الزي ميموري بما ان المكان ده هو نفسه مكان الاكس هيبقى غيرت المحتوى بتاعته وغيرت محتوى الاكس يبقى ممكن من خلال البوينتر اقرا المحتوى واقدر اغير في المحتوى واضح يا جماعه وده اللي موجود في البرنامج ده اهو سوري السلايد اهو لما كتبت استريكس بي بيساوي 14 انا غيرت المحتوى بتاع الاكس من 5 خليتها 14 وبالتالي لو جيت طبعت الاكس هلاقي جواها ايه؟ جواها ال 14 جيت هنا حطيت البي بيساوي اند واي يعني خليت البي بيساوي عنوان الواي وبرضه لما اجي اغير فيها يبقى انا كده بغير في الواي لغيت هنا واضح يا جماعه؟ فهمنا ان احنا ازاي نستخدم البوينتر في القرايه والكتابه وازاي اجمع عليه رقم وشوف بتحرك احركه يمين وشمال اخيرا هنا بقى لو انا حطيت البي ايكوال 0 وجيت قلت استريكس بي يساوي 15 قال لي رونج وقال لي البرنامج هيكراش حد يقدر يقول لي ليه؟ ان الزيرو دي فاليو والبي ده ادرس بيعمل ادرس يعني معناها انه لان هو هنا بيكتب فين؟ زيرو زيرو العنوان اللي اسمه زيرو لو مؤاخذه ده عنوان الزيرو ده فين؟ مين قالك ان ده جوه البرنامج بتاعك؟ مين قالك ان من حقك تكتب عند الزيرو اصلا؟ هو في براحتك كده تحط يعني تكتب في اي حته في الذاكره كده الذاكره الراميه اللي انت شاريها ديت تقدر تكتب في اي حته فيها؟ هو انت مش معاك برامج ثانيه واوبريتنج سيستم ويندوز ولينكس والكلام ده كله؟ فمش من حقك تكتب في اي حته غير جوه البرنامج بتاعك. فانت هنا بتقول له روح اكتب لي عند الزيرو 15 اللي هي ممكن يكون جواها الاوبريتنج سيستم فطبيعي ان البرنامج يحصل له ايه؟ كراش. اصلا انت ما ينفعش تحط عنوان وخلاص يعني ما ينفعش كده ببساطه تيجي تقول ايه؟ كده ما ينفعش تيجي كده هنا وتقول بي هيساوي تروح رازع رقم وتيجي تقول استريكس بي هيساوي 777 الكلام ده غلط. هو انا لازم بعمل حاجه اسمها تايب كاستنج. اسمع علينا. انا هنا اديت للبيع عنوان. وقلت له اكتب البي حط لي القيمه دي جواها كادرس اللي انا اصلا ما اعرفش ده ايه وقلت له شغل كده البرنامج. خلاص؟ اللي انا عملته هنا هو طبعا عداها لي. خلاص؟ بس ايه؟ هقول لك دلوقتي ايه؟ في الديباج مود عمل ايه بقى؟ حصل ايه؟ كراش. كراش. كراش يعني يعني البرنامج ضرب، حصل بروبلم جوه البرنامج لان حاولت اكتب في عنوان مش تبعي، مش مكاني. مش متاح ليا ان انا اكتب فيه. خلاص؟ بره حدود البرنامج، مش عرفني اصلا ان العنوان ده اصلا موجود جوه الذاكره، ده انت اصلا ممكن يكون بره ذاكره الكمبيوتر. يعني فنفرض انت عندك 4 جيجا انت عامل مركب ذاكره 2 جيجا وانت بتقول له اكتب لي في المكان اللي اسمه 4 خلاص يبقى اذا ما ينفعش انت تقترح عنوان مع نفسك كده وتروح حاطط فيه دايما العناوين اللي انت تحطها في البوينتر لازم تكون عناوين موجوده وتكون لحاجات جوه البرنامج ما ينفعش تالف مع نفسك كده وده اول احد المشاكل اللي بتواجه الناس اللي بتبرمج بالبوينترز ان هي ممكن لسبب ما او اخر يتحط جوه البرنامج بتاعها البوينتر بتاع عناوين مش تبع البرنامج بسبب غلطه من المبرمج طبعا
تؤدي ان البرنامج بتاعي كراش. ده في بقى حاجة اخطر من كده. ايه بقى؟ انتوا لاحظتوها دلوقتي ان البرنامج دلوقتي ما ضربش. لما جيت اشغله في الريليز مود يعني من غير ديباج ما ضربش. وحد فيكم شافه ضرب؟ اهو ما ضربش اهو. قال لك ريتيب. انت كده ما انتش عارف ايه اللي حصل في البرنامج. يعني ببساطة راح كتب في حتة في الذاكرة خلاص؟ انت ما تعرفهاش وما تعرفش ايه اللي جواها ولا تعرف ابوظ ايه فيها. طبعا الويندوز بتعمل حماية لنفسها، حاجات زي كده بتعمل لها اجنور وبتحمي نفسها، بس بتحمي نفسها في اطار البرنامج نفسه. يعني البرنامج نفسه ما يكتبش بره حدوده، ولو بره حدوده بتجنور. لكن فنفرض بالمصادفة انت كتبت على حاجة جوه البرنامج بتاعك وانت ما تعرفش هي ايه، ايه النتيجة بتاعت حاجة زي كده؟ حد فيكم متوقع؟ تخيل كده رحت انا جيت كده في الذاكرة بتاعت البرنامج بتاعي ورحت كتبت عليها قيمة 5 ولا 6 ولا 7، تفتكر البرنامج هيحصل فيه؟ حد فيكم عنده تخيل ايه اللي ممكن يحصل؟ هيدخل الداتا في بعضه ويكراش. كراش دي ممكن احد اكيد طبعا. خلينا نقول الكلام زميلك هو اللي كان ادق، ان ممكن يدخل الداتا في بعض، يعني لخبط البيانات. يعني معناها انا رايح اكتب على قيمه، فلنفرض ان الحته دي كان فيها مرتب موظف، بعد ما كان جواه 1000 بقى جواه 5000، يبقى انا كده غيرت في بيانات البرنامج من غير ما اخد بالي، غلطه من غير ما اكون قاصد. ممكن طبعا القيمه اللي احطها دي تؤدي ان البرنامج بتاعي مثلا يجي يعمل لوب ولا حاجه، يعمل انفاينايت لوب او ما يطلعش منها، او ممكن تخلي البرنامج يعمل اوبريشن ويروح جامب على اوبريشن مش مفروض انه يروح لها خلاص، فيحصل كراش. وممكن يخلي البرنامج بتاعي يعمل حسابات بطريقه غلط ومبقاش عارف السبب ايه. لاحظوا ان انت بتكتب في حته عشوائيه، يعني انت بتكتب في مكان انت ما انتش عارفه. يعني معناها الغلطه ممكن تحصل حاليا ونفس الوقت الكتابه، وممكن تحصل بعد شويه، وده احد اخطر المشاكل اللي بتظهر في البوينترز واللي خلت الناس تعمل لغات ثانيه اسمها هاي ليفل لانج. ليه بقى؟ لان الحته دي بالذات مصيبه. تخيل ان انت تعمل غلطه وما تكتشفهاش في ساعتها، تكتشفها بعد شويه، هتصلحها ازاي؟ هتعرف اصلا مصدرها منين؟ تخيل لو عندي برنامج 1,000,000 سطر وفي سطر واحد من المبرمجين ال500 اللي عندي في الشركه ها كتبوا بالغلط، كتب في حته في الميموري وما سمعتش في ساعتها، سمعت اثناء ما البرنامج شغال عند واحد من المستخدمين. تفتكر ايه امكانيه اكتشاف المشكله دي؟ حد فيكم يقدر يتخيل ازاي اقدر اكتشفها؟ ها؟ هل اكتشافها ده صعب ولا سهل؟ صعب. صعب صعب جدا، صعب بطريقه رهيبه. عشان كده كتير جدا الويندوز لما تيجي بتسمعوا على الويندوز او اللينكس بينزلوا باتشات. الباتش ده بيعمل ايه؟ اكتشفوا غلطه بعد 5-6 شهور من الرننج والناس بدات تشتكي وبيطلع لهم بلو سكرينز، بدأوا يدعبسوا، قعد لهم قعدوا 2-3-4 لغايه ما اكتشفوا مكان الغلطه وبدأوا ينزلوا ليها باتش. وطبعا في ناس اكتر اهتماما بالمواضيع دي الناس اللي هم بيعملوا سكيورتي اتاكس، بيضرب بقى ويعمل فيروسات ويعمل بريتش ويعمل مشاكل. فده بقى بيحاول هو كمان يشوف الغلطات بتاعت الويندوز ويروح ضارب منها الويندوز اثناء ما يكون في الغلطه دي. فده مشكله موجوده ولا زالت موجوده لغايه دلوقتي، بس طبعا المعدل بتاعها بسيط قوي، ومع البرمجه الميثودولوجي كويسه ومع التدريب الكويس بتقل قوي. لكن ما عنديش بديل للبوينترز. البديل حمايه اكتر، حاجه اسمها يونت تيستينج، ان انت تختبر الحاجه حته حته لوحدها، حاجه اسمها سيميليشن، بتعمل سيميليشن للبروجرام وبتشوف ايه اللي بيحصل، حاجه اسمها ساند بوكسينج، بيقدر يمونيتور ايه اللي بيحصل جوه البرنامج من اكتيفيتيز. في حاجات كتير قوي ممكن بنتعلمها وبنعملها عشان نوفر كام النوعيه دي من المشاكل. طبعا مبرمج لسه جاي خريج اداب ولا تجاره ولا كده ولا كمبيوتر ساينس وبيعمل برامج خلاص، يعني اكيد طبعا ما عندوش الاويرنس بالنوعيه دي من المشاكل، فطبعا بينقي لغه هاي ليفل لان هو عايز يخلص، عايز ينجز، مش هيعمل برنامج لمصلحه حكوميه ولا ويب سايت ويقعد يفكر في النوعيه دي من المشاكل، فبنعمل له لغات الهاي ليفل. اما انت كمهندس برضه، انت كمهندس لو عايز تعمل حاجه هاي ليفل بتختار اللغات الهاي ليفل. الحمد لله انا اهو يا سيدي بتعلمت سي وطول واعرف سي كويس،
بس طول عمري بشتغل بلغات تانية زي السي شارب والبايثون والبي اتش بي. ما حدش قال ان هي لغات مش كويسه، لا كويسه بس ليه استخدام معين لهدف معين. لكن لو هعمل حاجه لو ليفل او هعمل حاجه كور انجن، اعمل اغير حاجه في السيستم، يبقى انا محتاج لغه السي. يبقى كده احنا هنا كده حطينا ايدينا على المشكله اللي الناس كلها بتهاجم لغه السي بسببها، السي والسي بلس بلس على السواء، لان لغه السي بلس بلس اكستنشن ولازم تتعلمه، لان انت مش هتنفع تعمل برنامج كبير من غير سي بلس بلس. السي حجمها برامج حجم البرامج صغير، لازم معاها سي بلس بلس. يبقى اذا دلوقتي انت عرفت لما اي حد من جاي من متعلم لغات تانية يقول لك ايه يا عم لغه السي دي لغه قديمه، دي كل دي صعبه، دي معقده، دي هتعرف هو بيتكلم على ايه. هو ممكن يكون عارف الكلام ده نتيجه انه قاري قرايات بالمنظر ده، لكن اللي منهم جرب السي هيبقى عنده مشكله مع البوينترز وهيبقى دي سبب كلامه، فانت عارف هو بيتكلم عن ايه. اوكي طيب فهمنا كده ليه العباره دي غلط وليه العباره دي غلط. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا عرفنا الري وعرفنا بوينتر بيشاور على الري، وعرفنا يعني ايه بلس بلس ويعني ايه نجمع عليها ثلاثة ويعني ايه نطرح منها، وعرفنا ازاي نحرك البوينتر عشان ناكسس عناصر مختلفة في الاري. طب العبارة دي ليه غلط يا جماعة؟ اكس بلس بلس ليه غلط؟ المباراة اللي هنلعبها احنا ان شاء الله غالبا هنلعب مباراة. الصوت يا جماعة اللي عامل فتح لنا التلفزيون دوت. طب معلش يا دكتور، ايه انت نجمة ده؟ نعم؟ ايه انت نجمة ده؟ يعني ايه انت نجمة؟ يعني معناها انا عرفت بوينتر مش عرفت فاريبل. ده معناها انا عرفت بوينتر اسمه بي من نوع انتجر. عرفت الورقة البيضة اللي هيتحط جواها العنوان. بس ببساطة. طب لو اي نوع تاني غير انتجر بنحط نجمة برضو؟ اه طبعا، لو انت عايز تعمل منه بوينتر دبل استريكس كاركتر استريكس، ما هو النوع ده يا جماعة هو ده ببساطة اللي بيفرق. حد فيكم يقدر يقول لي النوع ده هيفرق فين في السطور ديت؟ النوع ده هيفرق فين؟ فرق معايا في ايه؟ في الستيب. في الستيب. في الستيب ان انا هنا البلس بلس بتجمع لي اربعة حجم الانتجر، وفي حتة تانية كمان في الطباعة لما اقول له هنا في المية دي استريكس بي، هو بيروح يطبع انتجر مش بيروح يطبع كاركتر ولا دبل ولا فلوت، صح ولا لا؟ ايوه ايوه. يبقى اذا النوع مهم، لان من غير النوع مش هبقى عارف ايه اللي جواه. تخيل انا مديك ورقه بيضاء بقول لك 15 شارع احمد سعيد، ما انت ممكن تروح هناك تلاقي بيلدينج، ممكن تروح هناك تلاقي شركه، ممكن تروح تلاقي مستشفى. لازم اكتب لك على عنوان ان ده مستشفى عشان لما تروح تبقى عارف ايه اللي هتلاقيه هناك. فانا هنا كاتب لك على عنوان ان في انتجر هناك، انت بتتعامل مع انتجر، ان ده عنوان انتجر. واحد يقول لي بقى انا عايز اعمل عنوان وخلاص، وانت تروح تديسكفر بقى. الكلام ده مش موجود في لغه السي، بس موجود فيه ان انا اقدر اعمل عنوان وخلاص، بس انت لازم تبقى عارف ان بطريقه ثانيه ايه اللي موجود هناك. وده اللي هنعرفه في الاخر ان شاء الله، اللي هو بيسموه البوينتر اللي بلا نوع. لازم انت بقى انت كمبرمج تكيب تراك مع نفسك بطريقه ثانيه ايه النوع اللي هناك. انما انت هنا مأمن نفسك معاك النوع وعارف ايه اللي هناك، ايه اللي بيشاور عليه البوينتر ده. لغيت هنا يا جماعه، حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله؟ دكتور هي اكس بلس بلس غلط. السطر اللي تحت بس. ما حد يقول لي ده السؤال انا كنت بساله، انت هترجع تساله لي حد يجاوب. عشان اكس بلس بلس غلط. عشان ايه؟ عشان ما ينفعش اجمع رقم على الري، يعني كده انا بعمل عشان الري عنوانها ثابت. يعني انت دلوقتي ساكن في 15 شارع احمد سعيد، ينفع اقول لك بلس بلس ولا ماينس ماينس؟ ينفع اغيره؟ مفيش حاجه اسمها كده، ده عنوانك. خلاص؟ تمام يا دكتور. تمام، لكن ينفع اغير في الورقه البيضاء اللي مكتوب فيها عناوين الناس براحتي. طيب هنعمل بقى برامج باستخدام البوينتر، طبعا شبيهه بالبرامج اللي كنا بنعملها قبل كده، يعني مفيش فرق.
يعني هنا هنعمل اهو برنامج اهوت بيعمل ايه بيطبع محتوى الري بالطريقه القديمه لا سوري بيدخل هو هنا لا دي ملهاش لازمه الخطوه دي ملهاش غلط يا جماعه انا هنا بعمل لها سكان انا هنا بسكان بدخل فاليوز هنا وارجع تاني اطبعها هنا وارجع تاني اجمعها هنا لاحظ ان انا التجميع بستخدم فيه الايه الفاليو اوف نوتيشن اللي هي استريكس ديت حد عنده مشكله في استخدامها واضحه الطريقه ديت استريكس فاليو ات فاليو ات لما تلاقي كلمه استريكس اكتب اقرا كده فاليو ات خلاص حد زعلان من دي حد عنده سؤال هنا انا بضيع نص المحاضره بس بسالكم انتوا اللي عنده سؤال لا تمام تمام طريقه ثانيه اهو تعال بقى نشتغل بوينترز من الاول هعرف بوينتر على اول اري اسمه بي اكس وهاجي هنا في الاسكان اديله العنوان بي اكس بلس اي يبقى بص هنا كنت عاملها ازاي اند اكس اوف اي هنا عملتها ايه بي اكس بلس اي وهرجع تاني اطبع القيم بقول له استريكس بي اكس بلس بلس يبقى انا كل مره هطبع بي اكس واروح مزودها بواحد عشان تشاور على اللي بعدها ودي طريقه تانية بقى عشان اجمع سبميشن احط البي اكس في الاول بيساوي اكس على اول اري وكل مره ازودها بواحد عشان احسب السبميشن اهو بلعب بالبوينترز مره اعمل لها بلس بلس مباشره مره احطها هنا في الفور لوب واحطها في الانيشال فاليو هنا زي ما انت عايز انت عرفت خلاص يعني ايه بوينتر وعرفت ان انا بحط قيمه البوينتر ده فيه بحط فيها عنوان بلس بلس معناها بزود القيمه بواحد عشان اقدر اوصل للقيمه اللي بعدها واستريكس بي اكس معناها ايه فاليو ات بي اكس طبعا بي اكس كل مره بتزيد بواحد فهي عماله تشاور على عناصر في الاري من اولها لغايه اخرها. حد عنده سؤال هنا؟ مين مش فاهم حاجه هنا؟ دكتور هو احنا كتبنا فوق بي اكس ايكوال اكس وكتبنا تحت برضه بي اكس ايكوال اكس. اشرح لي انا عملت كده ليه بقى؟ انت اللي اشرح لي. ليه عملنا كده؟ حد من زمايلكم يقول ليه انا رجعت تاني حطيت بي اكس يساوي اكس هنا؟ ما انا حطيتها هنا. اكيد لان انا غيرتها في النص. وعايزه ترجع تاني تشاور على اول الري فين التغيير يا جماعه اي جوه الفولو اهي ما انا بعمل بي اكس بلس بلس ما انا بوظت البدايه بقى ده كانت جوه بتشاور على اول الري بقى بتشاور دلوقتي على اخرها فانا عايز ارجع تاني ارجعها في الاول اهي واضحه يا جماعه طالما غيرت في قيمه البوينتر وانا محتاج ارجع تاني ابدا من الاول يبقى لازم ارجعه تاني احطه على الاول واضحه يا باشمهندس تمام يا دكتور تمام انا الورقه اللي فيها العنوان مسحت اللي جواها ما بقتش بتشاور على اول الري بقى بتشاور على اخر الشارع بعد ما كان بتشاور على عماره اللي في الاول بقى بتشاور جواها عنوان اخر عماره رجع تاني احطها على اول عماره عشان ابدا اجيب من الاول واضح طيب يا دكتور واضح تمام اتمنى ان يكون الكونسيبت بتاعت البوينتر واضح في دماغكم وسهل لان ده اللي هيبنيك ده اللي ببساطه هيفرقك عن اي بني ادم تاني بيبرمج بس ببساطه ده خريج هندسه عن خريج كمبيوتر ساينس البتاع اللي احنا بندرسها دلوقتي دي طبعا مع الخلفيه الكبيره اللي انت عندك بقى في الرياضيات والماثيماتكس والفيزيكس والكهرباء والهاردوير دي خلفيه بتخليك مهندس ده اللي بيفرق السعر السالري بتاعك عن السالري بتاعه خلاص ده اللي بيخليك تشتغل في شركه مالتي ناشونال وهو ما بيقدر يشتغل في شركه لوكال خلاص لان هو بيخدم السوق المحلي طبعا اتمنى في مصر طبعا ان احنا نعمل حاجات برامج كبيره زي اللي بره بس احنا بنعملها بس في شركات مالتي ناشونال سواء بقى انت هاجرت بره او تشتغل في مصر جوه مصر موجوده الحمد لله الشركات دي مصر من الدول اللي ايه اللي هي بتعمل اوت سورسنج يعني ايه اوت سورسنج يعني معناها نتيجه ان احنا اسعار المرتبات عندنا اقل رغم ان هي بالنسبه لنا عاليه يعني بس هي اقل بالنسبه لهم زي مصر والهند يعني الهند نفس القصه بالظبط يمكن اقل مننا بيعملوا اوت سورسنج فتيجي الشركات العالميه تروح فاتحه فرع هنا في مصر وتقول اه نشغل فيها 1000 2000 3000 مهندس بايه المرتبات اللي هي بالنسبه لهم قليله وبالنسبه لنا احنا عاليه خلاص وقصاد ان احنا نشتغل اوت سورسنج بنشتغل في ايه في البرامج بتاعتهم اللي هي ممكن تلاقي برامج مثلا اوتوموتيف خاصه بالعربيات برامج بتعمل سيستمز كبيره ويندوز اوبريتنج سيستمز منظومات العملاقه دي كلها بتتعمل من خلال تيمز موجوده هنا في مصر خاصه بالشركات الكبيره قوي دي
زي ايه؟ زي شركه منتور هنا في مصر، شركه اي توركس، زي شركه فاليو، زي شركات كتيره جدا موجوده في مصر فتحت على مدى ال 20 سنه اللي فاتوا دول، وبتستخدم المهندسين المصريين في بناء الانظمه بتاعتها. فبتبقى انت كانك بارت من التيم اللي موجود بره، مجرد يعني من طبعا انتوا اكيد طبعا شايفين الانترنت دلوقتي، احنا داخلين محاضره اونلاين يعني بنتفاعل اونلاين، نفس القصه بالظبط. التيم اللي موجود في مصر بيتفاعل مع التيم اللي موجود بره كما لو انهم قاعدين مع بعض. الكلام ده بيحصل بقاله 20 سنه خلاص. فده الفرق ما بين الشركات اللي شغاله في المجال دوت الهندسي والشركات العاديه اللي بتعمل بقى مواقع ومش عارف ايه وبرامج وحاجات مالتي ميديا بقى وبرامج تعليميه، دي قصه تانية، دي بتشتغل لوكال جوه الماركت المصري. اوكي طيب نكمل. البوينترز مع السترينجز، اكيد بقى البوينتر برضو مع السترينج في حاجه. انا عايز اعمل البرنامج ده بنفسي يعني، هكتبه بايدي كده دلوقتي عشان البرنامج ده لذيذ يعني. تعال نعمل كده كاركتر استريكس تكست هيساوي هيلو. وانا اعملها كده لا خلينا نكتبها بالطريقه اللي هو معموله بالظبط عشان خاطر ما لخبطكمش. كاركتر استريكس بي تكست هيساوي، خليها كده بس الاول بوينتر. انا كده معرف بوينتر من نوع ايه يا جماعه؟ بوينتر من نوع ايه؟ كاركتر. هخليه بيشاور على اول الاري. مشكله؟ عايزين بقى نطبع محتوى الاري دي حرف حرف لغايه ما اوصل للزيرو. عارفين الزيرو اللي هو ورا حرف الايه؟ الاو. الاو. يبقى ممكن نقولها بلوب بسيطه قوي كده واي. طيب ان محتوى البي تكست لا يساوي الصفر. واي البي تكست طول ما جواه محتوى لف يا سيدي. ونيجي هنا نعمل ايه؟ بي تكست بلس بلس. ونيجي نعمل هنا برنت اف إيه الحرف ده اللي هو في المية، سوري في المية سي استريكس بي تكست. ونرجع هنا نعمل ايه؟ البرنت اف لاين بريك بس عشان خاطر ينزل لي سطر جديد سلاش. تعالى بقى نبص ايه اللي بيحصل جوه الذاكره جوه البرنامج اهو. طبعا الهيلو اهي. يبقى انا هنا خلي بالك استخدمت العداد دوت البلس بلس دي في ان انا احرك البوينتر جوه الاري لغايه، وكل مره باخد حرف شكل وبتشك عليه، لو لقيته بصفر بطلع. اوكي يبقى ده طريقه التعامل مع الايه السترينج خلاص، ان انا ممكن اخلي بوينتر بيشاور على الحروف زي ما هو موجود في البرنامج. ممكن نعمل بقى ايه يعني هنا البرنامج دوت يعني دمج الخطوتين دول مع بعض، يعني خلى بلس بلس هنا لان مجرد الطباعه ما بحتاجش القيمه القديمه للبوينتر فبخش في اللي بعده، فهي هنا مجرد اختصار طبعا. يعني ايه كان ممكن اكتب البرنامج بالمنظر ده يا جماعه. اوكي كان ممكن اكتب البرنامج بالمنظر ده، ان انا اعرف بوينتر مباشره على التكست اللي موجود جوه الميموري، فانا هنا مش محتاجه او ابقى واصل على الفاريبل دوت. لكن يعني دي طريقه، وفي طريقه ثانيه ان انا بيبقى عندي الفاريبل موجود وكل حاجه اللي اسمه كاركتر اللي هي الاري ديت، وارجع تاني اتعامل معاها من خلال هنا يعني اخلي البوينتر بيشاور عليه. دي مجرد تركايه كده بعملها. اوكي يعني انت هنا انا معرف فاريبل اسمه هيلو وحاطه في كاركتر اسمه تكست وخليت البي تكست بيساوي تكست، وكان ممكن ان انا اعملها بالشكل ده. طبعا الفرق ما بين ده وده ايه؟ ان ده بوينت، ان ده تكست في الميموري، فانا عشان بس نوعه كونستنت، طالما هو تكست ما اقدرش اغير فيه، يبقى لازم تعمل له حاجه اسمها تايب كاستنج كاركتر استريكس. ده التايب كاستنج اللي هو ايه بيقول له يعني عشان خاطر إيه ده كونستنت وده نوت كونستنت، بس يعني بلاش لخبطه، خلينا ايه نشتغل بالطريقه دي. طب حد عنده سؤال هنا يا جماعه؟ دكتور هو بلس بلس دي مش بتخليني كده ينجلكت اول حرف ويبتدي من الاي ولا لا؟ لا 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 مين قال كده؟ بلس بلس بتحصل بعد الخطوه. احنا قلنا البلس بلس لما تبقى على اليمين
بتحصل بعد البرينتينج، لو على الشمال بتحصل قبل البرينتينج. اه تمام شكرا. خلاص تمام. ده يا جماعه البرنامج اهو زي ما انتم شايفين اهو، البوينتر عمال يتحرك على الايه، على الاري عشان يجيب المحتوى بتاعها، عشان يطبع الايه الاري بتاعتنا اللي جواها هيلو دي. خلاص تعالى بقى نشوف البوينتر تو ستراكشرز. اه انا عندي الاستراكشر اللي اسمها اس بيرسون اهي، معرف منها فاريبل اسمه مانجر، ومعرف منها الاري اسمها امبليز، جواها ثلاثة امبليز، محمد سعيد واحمد صلاح وصفاء فايز، وعرفت بوينتر اسمه بي من نوع الاستراكشر ده اهو. يعني انت ممكن تعرف بوينتر من استراكشر عادي، يعني زي ما بتعرف بوينتر من انتجر. اول مره حطيت البي بي بيساوي المانجر، البي بيساوي المانجر، وجيت طبقت. فلما اجي اطبع، تعالى بقى نطبع بقى محتوى الاستراكشر. طبعا في حاله البوينتر ما بحطش دوت وراها، بحط سهم بوينتر او ارو، بي ارو نيم، بي ارو اي دي، بي ارو ايج، بي ارو سالري، بي ارو ويت. يبقى انا كده طبعت بيانات الايه المانجر. جيت هنا حطيت السالري ب 400، وانا كده بغير السالري بتاع المانجر ده. هو كان هنا كام؟ 3000، حطيته ب 4000. فلما اجي اطبع تاني المانجر هيطبع مرتبه. تعال بقى انا هنا هطبع المانجر نفسه، بس انا كنت مغيره عن طريق البوينتر، فبيانات المانجر هلاقيها اتغيرت، يعني غيرتها باستخدام البوينتر. هنا حطيت البي بيساوي امبليز، يعني خليت البوينتر بيشاور على اول موظف. لما اجي اعمل بلس بلس هنا معناها ان انا جايح لتاني موظف، وبالتالي انا هنا عمال اطبع بيانات الموظفين باستخدام البوينتر. حد عنده سؤال في السلايد ديت؟ الفرق ايه اللي اتعلمناه هنا؟ مفيش حاجه جديده غير اللهم ايه الارو نوتيشن دوت. الارو ده، الارو ده مكان الدوت دي، الدوت في حاله النون بوينتر الفاريبلز العاديه، الارو في حاله البوينترز. طالما انا عندي بوينتر بحط وراه ارو عشان اكسس الممبر اللي جوه الاستراكشر. حد عنده سؤال هنا؟ دكتور هو احنا ليه بنعمل تايب كاستنج انتجر؟ فين ده تايب كاستنج انا؟ انتجر اللي قبل سالري واللي قبل ايج، القوسين. لان في المية دي هنا معناها ان اللي جاي لك انتجر، اللي جاي لك انتجر خلاص. فبالتالي انت لازم تحط هنا انتجر، لان انت لو حاطط له كاركتر 1 بايت هو ممكن يقرا 4 بايت، فانت لازم تفورس انه يبقى انتجر، صح ولا لا؟ اه فهمت. اه تمام. طبعا يعني ايه يعني بتعدي، يعني هتلاقي انت عملت قبل كده غير كده واشتغلت، لان هو في الغالب اللي جنبها صفار. اه بالظبط، محدش بياخد باله يعني، بس دي ممكن تبقى غلطه خلاص. فعشان كده الصح اللي انا عامله هنا. اوكي تمام ماشي تمام. نيجي بقى هنا البوينترز اند فانكشنز. اه هنشوف بقى مزايا البوينترز. الساعه كام بس دلوقتي عشان نشوف هناخد ريست؟ اه ممكن ناخد ريست يا جماعه 10 دقايق، احنا نتقابل 10 و10 خلاص، 10 و10 عشان نكمل بقية السلايدز دي. طبعا احنا لسه مش هنقدر نخلص النهاردة، بس هنخلص في المحاضرة الجاية ان شاء الله السبت. انا عايز اسأل سؤال بس، السبت الجاي ده اخر يوم تقريبا، هيبقى الاسبوع اللي قبل الامتحانات صح؟ مظبوط يا دكتور. فانا هدي محاضرة التلات وهسجلها يوم التلات ان شاء الله، برضه هقفل فيها البوينترز خلاص. اللي عايز يسمعها يسمعها، اللي عايز يحضر يوم الايه السبت ان شاء الله تقفيل البوينترز مفيش مشكلة. انا مش هدي حاجة بعد البوينترز، ده اخر حاجه عندنا في المنهج ان شاء الله. باقي الكتاب هيبقى اللي انا بس ريكومند تقروه، الثلاث شباتر الباقيين تقروهم. فيهم حاجات كتيره جدا مفيده، في البروبلم سولفنج الاخير ده ممتاز جدا جدا ومفيد. كان نفسي صراحه يبقى في وقت اشرحه بس مش هقدر اشرحه، لكن هحاول ان شاء الله لو انا درستكم بعد كده الادفانسد ان انا ابدا بيه ان شاء الله قبل ما نخش في السي بلس بلس. اوكي الشابترين الجايين براكتكس، يعني مجرد يعني بقى بيوريك ازاي تعمل حاجه اسمها دايناميك ميموري الوكيشن، وازاي تعمل تتعامل مع الملفات اللي موجوده على الهارد ديسك. الشابتر اللي بعده احنا خدنا حته منه موضوع المالتي فايلز، ان انت تعمل بروجكت جواه كذا ملف، فاحنا اوريدي خدنا حته من الشابتر اللي بعده خلاص. فالى حد ما الشابتر الجاي ده مهم تقروه، لان دي حته ميسنج عندكم خلاص، فيا ريت نقراها كده كده ان شاء الله. لو انا درست لكم المنهج الجاي بتاع الادفانسد هبدا بالحاجات اللي ناقصاكم دي قبل ما اخش في السي بلس بلس باذن الله. ماشي طب ربع ساعه وهرجع تاني نتقابل ان شاء الله.
سامعاني يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب هنبدا دلوقتي في الاكزامبل دوت اللي بيوضح لنا مدى تاثير البوينتر على سرعه البرنامج، مش بس كده كمان حجم الميموري المستخدم. طيب هنا انا معرف ديتا ستراكشر زي دخلناها قبل كده، عرفت ستودنت ستراكشر، عرفت جواها ممبر اسمه بيرث ديت من نوع ديت، جواها النيم وديسكريبشن للشخص دوت ودرجاته في 10 مواد والتوتال ديجري بتاعته. وجيت قصدت هنا ان انا احط ايه الديسكريبشن بتاع الشخص ده، بياناته يعني حبه بيانات كده تكست حجمها كبير قوي 8192 بايت. المجمل او نتيجه الديفينيشن دوت الاستراكشر اسمها اس ستودنت، دي حجمها تقريبا كام بايت يا جماعه؟ تقريبا 10000 كيلو 10000 بايت، يعني 10 كي 10 كي لبيانات شخص واحد. طبعا انا قصدت من هنا ان انا ازود حجم الاستراكشر عشان تحس بالفاليو بتاعه البوينتر، لان ده طبيعي على فكره في الاستراكشرز، الاستراكشرز بيبقى فيها بيانات كتيره قوي ما بتبقاش يعني ما بتبقاش فيها حاجه عملاقه زي دي زي اللي انا حاطه، بس ممكن تكون فيها كميه بيانات كتيره قوي جوه نفس الاستراكشر. فانا عندي استراكشر حجمها 10 كي تقريبا. هنعمل فانكشن اسمها سلو ابديت توتال ديجري. سلو ابديت توتال ديجري بتاخد الستودنت كفاليو، يعني داخل هنا داخل لي كابي 10 كي كابي، عشان كده بقول سلو، جايين جوه الستودنت جايين لي من بره، بخش جوه واروح مصفر التوتال ديجري وارجع تاني احسب التوتال ديجري اللي هي تجميع الدرجات ال10، وارجع تاني ارجع الكابي ده برضه 10000 تانيين راجعين 10 كي تانيين راجعين، يعني 20 كي بيحصل لهم كابي 10 جايين و10 راجعين جوه البرنامج دوت. خلينا طب هنعمل نسخه ثانيه بقى فاست بتاخد بوينتر داخل لي ايه 4 بايت بس، وبخش اعدل التوتال ديجري في الحاجه اللي داخله لي اللي انا بشاور عليها اوريدي كبوينتر، خلصت ما عنديش غير 4. يعني انا هنا عندي 20 كي وقصاد 4، طبعا ما فيش وجه للمقارنه. ده بالاضافه ان مش بس كده كسرعه، ده انا هنا حجزت كده فاريبل زياده اسمه ستودنت حجمه 10 كي، يعني ميموري اكتر من البرنامج اللي فيه بوينتر. يعني هنا انا مش حاجز هنا غير 4 بايت اللي هو البوينتر بتاعي، يعني داخل 4 بيحصل لي 4 بايت كوبي و4 بايت زياده في الميموري، لكن هنا كام 20 كي كوبي واربعة وعشرة كي زيادة في الميموري. تعال نشوف بقى الاستخدام هنا. هنا ده الستودنت بتاعي اهو اس، مرة هعمل له ابديت بالطريقة سلو، هبعت الاس وارجع اخد النتيجة احطها في الاس، لان الاس دي بتروح في الستودنت هناك ويحصل لها ابديت وارجع تاني يبعت لي الستودنت احطها في الاس تاني. فهدي 10 رايح 10 جاي و10 رايح، او 10 رايح و10 جاي. ممكن بقى استخدم الطريقه الفاست، ابعت له عنوان الاس، فدي 4 بايت رايحين وهو بيغير لي كده كده من هناك في الاس اللي عندي، وبرجع تاني اطبع النتيجه. طبعا لا شك دي الطريقه دي اسرع بكتير واقل في استخدام الميموري. واضح؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ مين عنده سؤال؟ واضحه يا جماعه؟ هو معلش يا دكتور في ميثود 2 ما استخدمش الارو بتاع البوينتر ليه؟ يعني لا هو ميثود 2 ارو بوينتر فين؟ ده انا هنا بعرف انا عندي فاريبل اس، اس باكسس اللي جواها دوت، هو انا بعت عنوان الاس للايه للبوينتر، فالبوينتر هنا جواه ارو اهو ده جوه الفانكشن. يعني الفانكشن شايفه بوينتر لكن من بره انا شايف فاريبل. تمام يا دكتور ماشي شكرا. تمام حد عنده سؤال هنا بقى يا جماعه؟ طب هنا مش هبقى حاسس بالفرق في الايه في السرعه، لان دي فانكشنايه واحده وكل واحد لموظف واحد، يعني الكمبيوتر هيبقى اسرع بكتير اكيد قوي من ان هو ايه ان انا احس
لكن عشان احس بقى لازم اكرر الموضوع، وده اللي بنعمله دايما عشان نفرق ما بين البوينتر وغير البوينتر، بنعمل زي حاجه زي اسمها بنش ماركينج. بنش ماركينج يعني معناه بنحاول نقيس الوقت. طبعا مش هقيس الوقت ولا احس بيه الا لما اكرر العمليه دي الاف المرات، فانا هنا هكررها مليون مره واحسب الوقت قبلها عن طريق فانكشن اسمها كلوك موجوده في التايم دوت اتش، واحسب الوقت بعدها واطرحهم من بعض. الوقت ده بالملي سكند هيطلع لي هنا ان العمليه الثقيله بتاخد 3828 ملي سكند، يعني 3 ثواني و8 من 10 عشان اعمل عمليه دي مليون مره. انقل ال 20 كي واحسب الحسبه بتاعتي، مليون مره بتاخد 3 ثواني و8 من 10. ده على الكمبيوتر بتاعي اللي كان موجود من ساعه ما كتبت الكتاب دوت من 15 سنه. طبعا لو عملت رانج للكلام ده على الجهاز بتاعي دلوقتي او اجهزتكم هجيتها طبعا اسرع بمراحل، ممكن تبقى اقل من ثانيه، فرق السبيد كبير. اما ده بقى في حاله استخدام الايه البوينتر 109 ملي سكند، فرق رهيب طبعا، فرق 40 ضعف تقريبا او 35 ضعف ما بين الاثنين. اوكي واضح يا جماعه الفرق، وعرفنا يعني ايه بنش ماركينج. على فكره البنش ماركينج ده مهم جدا، دايما الناس اللي شغاله بالبوينترز بتقعد تعمل البنش ماركينج عشان تتيون السرعه وتزود البرفورمانس لجيت ما تجيب اخرك يعني. اوكي حد عنده سؤال لغايه هنا؟ مين عنده سؤال؟ تمام. استخدام تاني للبوينتر غير الاوبتمايزيشن والاسراع وتقليل الميموري اللي فات دوت، استخدام تاني موضوع المالتي اوبوت. احنا عارفين ان الفانكشن بتاعتي بترجع اوبوت عن طريق الفانكشن اسمها ايه؟ ريتيرن. ريتيرن دي بترجع سنجل اوبوت. سنجل اوبوت. يبقى عشان ما ارجع النتيجة واحدة بس، اما باجي احسب حسبة بقدر ارجع نتيجة واحدة بس، سنجل اوت. البوينتر هيمكنني ان انا اعمل مالتي اوبوت فانكشن. يعني ايه مالتي اوبوت؟ عايز فانكشن بتحسب لي المين وتحسب لي الفاريانس وتحسب لي الستاندرد ديفيشن. وهنستخدم فيها البوينتر وهنشوف فايدة البوينتر ايه. بس الأول نعملها من غير بوينتر. ادي الفانكشن اللي بتحسب المين، كالك مين. وادي اللي بتحسب الفاريانس. وادي اللي بحسب الستاندرد ديفيشن. انتوا عارفين يا جماعه الفاريانس لازم يكون حاسب المين، يعني الفاريانس من جوه بينادي كالك مين، بيحسب المتوسط عشان اقدر احسب الفاريانس، لان الفاريانس عباره عن الفاليو ناقص المين مضروبه في الفاليو ناقص المين تربيع يعني. خلاص بجمعهم واقسم على عدد الفاليوز يحسب لي الفاريانس. الستاندرد ديفيشن بروح من جواها بحسب الكالك فاريانس اللي من جواها بتنادي الكالك مين. خلاص عشان اقدر احسب الفاريانس اللي هو السكوير روت بتاع الفاريانس. يبقى دي حسبة المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن اللي احنا عارفينها من الماثماتكس. حد عنده مشكلة هنا؟ مين مش فاكر او مش فاهم؟ يبقى انا دلوقتي عشان احسب المين بنادي دي، عشان احسب الفاريانس بنادي دي، وهي من جوه بتحسب المين، يعني بتحسب المين مرتين. وعشان احسب الستاندرد ديفيشن بنادي دي، فبتروح منادي الفاريانس، يبقى بتحسب الفاريانس مرتين وبتزود عليهم كمان حسبه كمان للمين. يبقى عشان اقرا الثلاث قيم محتاجه نادي، هيحصل كولينج للكوال كالك مين ثلاث مرات، كولينج للفاريانس مرتين، كولينج للستاندرد ديفيشن مره، عشان خاطر اقدر اعمل الحسبه بتاعتي واحسب الثلاث قيم دول. اذا الثلاث قيم لما لو انا محتاجهم في البرنامج، في طريقه ثانيه اسرع اللي هي باستخدام البوينتر تحسبهم للثلاثه مع بعض. فلاحظ هنا ادي ده البرنامج الريجولر، بنادي المين وبنادي الفاريانس وبنادي الستاندرد ديفيشن عشان اطبعهم للمستخدم. دي القيم اللي جايه لي هنا اللي هي في جوه الفاليوز. وطبعا ده امبليسيتلي من جوه بينادي المين ثلاث مرات، الفاريانس مرتين، غير ان بيعمل فانكشن كول ثلاث مرات. خلاص ومن جوه بيحصل انترنال فانكشن كولز بتوصل في الاخر لست مرات فانكشن كولز. كل ده عبء على البرنامج بتاعي وعبء على اللي انا محتاجه. حد عنده لغايه هنا مشكله؟ طيب نستخدم البوينترز. هنعمل فانكشن بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، كالك ستاتستكس. بتاخد الفاليوز والعدد بتاعها وترجع لي، وبوينتر للحته اللي هحسب له فيها المين، وبوينتر للحته اللي هحسب له فيها الفاريانس، وبوينتر للحته اللي هحسب له فيها الستاندرد ديفيشن، وابدا حساباتي. اول حاجه احسب المين،
يبقى كده خلاص حسبته وارجع استخدمه هنا اهو عشان احسب الفاريانس وارجع تاني احسب السكوير روت من الفاريانس انا لسه حاسبه كده بقت اسرع بعمل فانكشن كولز اقل خلاص برجع ثلاثه اوتبوت في مره واحده مش وان اوتبوت استخدامه زي ما انتم شايفين اهو كالك ستاتستكس بيحسب المين بديله بوينتر يعبي لي فيه المين وبوينتر يعبي لي فيه الفاريانس وبوينتر يعبي لي فيه الستاندرد ديفيشن كده البرنامج ده اسرع ولا مش اسرع؟ اسرع بكتير. حد عنده سؤال؟ مين عنده سؤال؟ ايه يا شباب؟ واضحه الفكره؟ تمام يا دكتور. اه يا دكتور. Another use للpointers هنا بس مجرد يعني عشان نشوف نشاهد بس الاختلاف ما بين الpointers والarray rotation بصوا أنا هنا بعد عايز أعمل sort للvalues دول فهنا بيخش يعمل لي sorting للarray اللي اسمها values طبعا دي بتبعت الادرس بتاعها فبيرتبها لي خلاص طبعا أنا ببعت array لما أجي أستخدم الpointer notation مفيش اختلاف كتير أهو بقول له integer values و n values وبستخدم الطريقه هي هي نفس الفانكشن بتاعت السورت هتلاحظوا ان 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 السورت دي والسورت دي ما فيش اي اختلاف ما بينهم ليه لان الاريز هي نفسها شبه البوينتر هي ادريسيز صح ولا لا لان لما ببعت اري ببعت الادرس بتاعها ولما ببعت بوينتر برضو بقى كاني ما بعت ادرس فالاثنين شبه بعض يبقى إذن دلوقتي الطريقه بتاعه استخدام الاريز في الفانكشنز والبوينترز في الفانكشنز ما بيفرقوش عن بعض لان الاريز اصلا بتبعت از ادريسيز من الاول خلاص ده ببساطه او الفرق ما بين الطريقتين اللي هما ايكويفالنت لبعض يعني دي از ايكويفالنت لدي مش اي فرق طبعا فروق بسيطه للي ممكن يلاحظ بس انا مش عايز ايه الخبطكم تمام يا جماعه طب نيجي هنا بقى ايه ممكن بدل دكتور ممكن بدل ما ادخل ان فاليوز ممكن هو يحسبهم الفانكشن لا مستحيل مستحيل لان انا ببقى عارف بدايه الاري ما ببقاش عارف هي ايه اللي محجوز في الميموري بص كده يا باشمهندس انا عايزك تتخيل المنظر ده اهو اللي احنا لسه كنا فاتحينه من شويه تخيل كده معايا شكل الميموري هل انا اقدر من جوه الميموري دوت اعرف بدايه الحاجه ونهايتها بص كده هل المنظر ده فيه بدايه ونهايه؟ في علامه في وسط الميموري بتقول ان الاري نهايتها كذا؟ لا خلاص يبقى لازم ابعت العدد لازم ابعت الايه؟ مش ممكن العدد. هو يحسبه عن طريق ان هو يحسبه منين يا ابني؟ الطول بتاع الاري هيحسبه منين؟ ما يعرفش الطول بتاع الاري انا جاي لي البدايه ديت فين طول الاري؟ لغيت هنا ولا لغيت هنا ولا لغيت هنا؟ مش في فانكشن كانت بتحسبها؟ تردوك سايز اوف سايز اوف بتحسبها وانا في نفس الفانكشن اللي انا كاتبها فيها يعني انا اما هنا اكتب انتجر اكس هيساوي سايز اوف تكست قلنا سايز اوف دي ما بتشتغلش اثناء البرنامج دي بتشتغل اثناء الكومبايليشن فهي بتروح بص على السطر اللي فيها والكومبايلر يروح عدد لك عدد الحروف ويزود عليها النال ترمينيتور بس ببساطه يعني دي حاجه بتحصل اثناء الكومبايليشن عشان نستخدم نفس الفانكشن دي اللي هي الفانكشن الثانيه ما ينفعش لان سايز اوف ما بتحصلش اثناء الرننج انا عايزك تفرق ما بين حاجتين الكومبايليشن والرننج الكومبايليشن وانت كاتب الكود بايدك اسالك سؤال دلوقتي لو انا قلت لك سايز اوف تكست احسبها لي كده المفروض الاري دي فيها ست اماكن او فيها خمس كاركترز مثلا او ستة اماكن انت اللي عديتهم بايدك صح؟ اه طب ما هو الكومبايلر بيعمل كده ما انت اللي كاتب ما هو قدامه السورس كود تحت ايده اهو فبيعده ده الكومبايلر يعني هو بيشيل سايز اوف دي ويحط مكانها ستة ببساطة وبعدين يكومبايل بقى البرنامج يعني كما لو انك بالظبط كده هو بيريحك ببساطة كتب لك انت كده كتبت الستة بدل ما انت تكتبها وعامل لك حاجة كده زي يوتيليتي تساعدك لكن ده ما بيحصلش اثناء ما البرنامج شغال يعني تخيل كده لو انا عامل ملف تاني اهو انا هعمل حاجه كده
عجيبه شويه كده اروح اعمل ملف تاني اهو اعمل لك اي فان اي ملف تاني كده واروح اعمل لك فيه فانكشن واقول لك سميها كده void test بتاخد array character text اهو وانت سيادتك عايز تقول ايه integer s هيساوي انت عايز تقول كده size of text قول لي بقى size of text هنا بيساوي كام بلاش نسميها تكس عشان اللخبطه اهو سميها دي 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 ودي نسميها دي 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 سايز اوف دي 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 كام تقدر تقول لي لا مش معروف ليه لان انت ممكن حد يندهك يبعت لك عنوان الريحه حجمها 40 بايت وحد ممكن يندهك يبعت لك الريحه حجمها 80 واحد يندهك ويبعت لك الريحه حجمها 300 انت وانت واقف جوه الفانكشن تقدر تعرف حجمها لا طب خلاص برضو الكمبيوتر مش هيعرف يعرف حجمها لانه شايف ميموري سايحه على بعض وما يعرفش هو بس عارف البدايه بس مش عارف النهايه فين يبقى انت لازم تبعت جنب الاري دي عدد الفالوز انتجر ان فالوز واضحه يعني طيب. يعني انا ما ينفعش ان انا مثلا ادخله اري معين انا لازم اقول له عددهم قبلها لازم المستخدم يدخل عددهم ايوه لازم تبعت الاري وتبعت العدد جنبها تمام يا دكتور رجعنا هنا بقى الموضوع ان البوينترز يا جماعه بتمكننا من ان احنا نعمل الثلاثه حاجات دول ان انا لما اجي ابعت فاريبل لفانكشن يا اما ابعته كانبوت يبقى ده في حاله الفاليو لما باجي اقول له مثلا ايه انتجر ان فاليو ده هنا باعت انبوت لو انا باعت بوينتر يبقى انا بعتبره كانبوت واوتبوت لان ممكن ابعت قيمه جواه وارجع تاني اخد قيمه وانا راجع يعني زي ما بالظبط كده هنا ايه في حاله الفاريانس اهو المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن هنا استخدمتها از ان اوتبوت يعني انا ببعت له لوكيشن مش حاطط جواه حاجه وبستقبله از ان اوتبوت وممكن يبقى انبوت واوتبوت زي السورت فانكشن اهو السورت فانكشن دي انا بعت له الاري اللي اسمها فاليوز جواها قيم وبعد ما بتخلص الفانكشن بيبقى في قيم مترتبه يبقى انبوت واوتبوت يبقى اذا دلوقتي الدايركشن بتاع الفاريبلز ثلاث انواع اما انه انبوت واوتبوت اما انه انبوت او انه اوتبوت بس اوتبوت بس اوكي ماشي يا جماعه يبقى دي دايركشن بتاعت الحاجه اللي رايحه للفانكشن رايحه او راجعه من الفانكشن يا اما انبوت اوتبوت يا اما انبوت يا اما اوتبوت بس طيب نيجي هنا بقى يعني احنا اعتبر اولموست خدنا اغلب الافكار اللي موجوده في البوينترز بس هنيجي بقى نبص على بعض السبيسيفيكيشنز الخاصه بالبوينترز يعني لما اقول هنا انتجر استريكس بي اكس انا هنا عرفت بوينتر من نوع انتجر هنا بقى تخيل لو انا جيت كده قلت فلوت استريكس بي اكس وخليت البي اكس بيساوي عنوان الاكس هو ده ممكن يعمل مشكله ولا مش ممكن مش هيعمل عشان عملت تايب كاستنج انا عملت تايب كاستنج بس هو حاجه كويسه يعني ان انا اخلي حاجه من نوع فلوت بتشاور على حاجه من نوع انتجر داتا كونفرجن اخده مش داتا كونفرجن ده لخبطه لان اللي بيتكتب جوه الاكس في الفورمات بتاع الانتجر وانا عايز اكتب جواه حاجه في الفورمات بتاع الفلوت صح فهيحصل لخبطه اذا دي غلطه ممكن المستخدم يقع فيها لاحظ ان انا هنا لما اقول له هنا استريكس بي اكس بيساوي 9 وهنا استريكس بي اكس بيساوي 9 التسعة هنا هتخش بالفورمات بتاع الانتجر اما التسعة هنا هتخش بالفورمات بتاع مين الفلوت الفلوت طب العنوان ده عنوان الاكس اللي هو نوع انتجر تيجي تطبع بعد كده الايه المحتوى بقى اهو تطبع المحتوى بتاع الاكس ده خلاص هبص كده جوه ايه garbage مش garbage ده التسعة اللي بالفورمات بتاع الايه الفلوت ايوه لخبطه يعني هو كده انت هنا كاتب 9 فطلعت 9 اما هنا انت كاتب 9 طلعت حاجه عجيبه لان الفورمات بتاع الفلوت مختلف الباينري بتاعها مختلف خالص عن الانتجر الوحيد والاصفار بتحطه في اماكن مختلفه خلاص فبالتالي ما الكمبيوتر مش هيقدر يفهمها خلاص طيب يبقى اذا دلوقتي يا جماعه ما ينفعش ان انا اعرف بوينتر من نوع واخليه بيشاور على حاجه من نوع تاني طبعا كونك تقول لي انا قاصد او حاطط تايب كاستنج والكلام ده معناه ان انت قاصد كده خلاص يا سيدي طالما انت قاصد كده بقى اتصرف بناء على اللي انت قاصد خد بالك بقى للاخر بس انت كده عامل لخبطه انت كده عامل لخبطه
واحد هيقول لي بقى سؤال، طب وهم ليه في لغه السي يدوني الفرصه ان انا لخبط؟ يعني اللخبطه ساعات بيبقى ليها فوائد، بس مش هنا، حاجات ثانيه هنشوفها كمان شويه. يعني المفروض ان البوينت ده يبقى انتجر بس، ما احاول ان انا ما اخلوش حاجه ثانيه؟ لا، لو هو انتجر تخلي نوع البوينتر انتجر، لكن لو ده فلوت يبقى ساعتها البوينتر بتاعه نوع فلوت. يعني لو انا عامل برنامج كده يا جماعه اهو، في بقى الكلام العك اللي احنا كنا عاملينه ده اهو، لو انا عامل هنا فلوت اكس هيساوي 9.8 اف اهي زي ما كنا نعمل، وعايز اعمل عليها بوينتر، اقول له بوينتر او فلوت استريكس بي، واقدر اقول له بي هيساوي سوري هيساوي اند اكس، واتعامل عادي. هنا البوينتر من نوع فلوت وبيشاور على حاجه من نوعها فلوت، عادي تعامل خالص. اوكي، يبقى اذا البوينتر من نوع فلوت لازم يشاور على فاريبلز من نوع فلوت، البوينترز من نوع دبل تشاور على فاريبلز من نوع دبل، البوينترز من نوع كاركتر تشاور على فاريبلز من نوع كاركتر، وهكذا. والبوينترز من نوع انتجر بتشاور على نوع انتجر. واضحه؟ مش فاهم يا دكتور الحته اللي هي يعني دلوقتي الفاريبل من نوع فلوت معناها الادرس بتاعه فلوت، فانا اعمل بوينتر من نوع فلوت عشان خاطر اشوفه ولا ايه؟ الادرس بيبقى كله رقم، بس البوينتر فيه معلومتين، في معلومتين هنا. معلومه بتقول ان ده بوينتر يعني بيشير عنوان، والعنوان ده دايما رقم، صح ولا لا؟ تمام. يعني العنوان نفسه كعنوان ما بيختلفش عنوان الانتجر عن عنوان البوينت عن عنوان الفلوت عن عنوان الدبل، هو في الاخر عنوان. لكن في معلومه ثانيه جنب العنوان اللي هو نوع الحاجه اللي بشاور عليها، ان انا هنا نوعها ايه؟ فلوت. خلاص؟ فالنوع دوت يعني لازم، يعني انا بحط نفس النوع. ايوه لازم يكون نفس النوع، والا هتحصل لخبطه، هتحصل لخبطه عندك. تخيل لو انا عندي انتجر وبشاور عليه بكاركتر، كاركتر ده معناه ان لما اكتب جواه قيمه بيأثر في اول بايت، اول بايت بس، ما بيقدرش يأثر في الباقيين، فبالتالي انا كده بغير في 1 بايت مش بغير في الاربعه، وده لخبطه برضه ثانيه وثانيه. يعني في لخبطه في الفورمات ما بين الفلوت والانتجر، وفي لخبطه في السايز ما بين الانتجر والكاركتر، صح ولا لا؟ فعشان كده البوينتر بتاع الحاجه لازم بتكون بتشاور على الحاجه اللي النوع الحاجه اللي بتشاور عليها تكون من نفس نوعها، وانت لازم تاخد بالك من الكلام ده كمبرمج. يعني ما ينفعش تعمل الغلطه دي، دي غلط كده، نكتب عليها اكس كده. تمام تمام. طيب دكتور اتفضل، هو ليه ببساطه كده البوينتر ما بيتخزنش فيه 9.0 كفلوت؟ يعني البوينتر يعني ما بيتخزنش، ده البوينتر ده بيخزن جواه ادرس، الادرس ده رقم انتجر، الادرس عنوان ذاكره ده رقم انتجر، ما ينفعش اخزن فيه اي قيمه غير الانتجر. انا كان قصدي الفاليو ات البوينتر، معلش. ما تخزن جوه 9.8 يعني، ما تحط جوه كده. يعني انت فلنفرض ان انت جيت هنا وكده ايه، جيت قلت كده استريكس بي، ما تكتب جوه 9.1، ايه المشكله؟ مش هو بيشاور على فلوت؟ الدنيا هتبقى صح. لكن لو بيشاور على انتجر، يعني فلنفرض ان انا هنا جيت عملت الغلطه اللي انا عاملها هناك في السلايد، كنت كاتب انتجر اكس يساوي 9، وجيت هنا بقى ايه عملت له هنا ايه، قلت له فلوت بس غصب عنك حط الادرس بتاعك فين، في بوينتر بي، وجيت كتبت استريكس بي بيساوي 9.1، يبقى انا رحت كتبت في الاكس اللي هي نوع انتجر 9.1، هتتكتب، بس ما اجي اقرا الاكس هلاقي بقى كلام فارغ، صح؟ لان كتبت عليها بفورمات مختلف بطريقه مختلفه. خلاص؟ طب دكتور معلش، هو احنا ليه كتبنا فلوت استريك وما كتبناش فلوت بس؟ لان ده عنوان، فلوت استريك معناه عنوان، فانا هنا ده بقول لو فلوت معناها ان اللي قدامي ده فلوت رقم، لكن انا كده بقول له ده عنوان فلوت. يعني انا كده بروح للعنوان الاكس وبخليها اجباري فلوت؟ لا، انا كده بطمنه بقوله انا اخد بالي وما تتضايقش،
لان هو دلوقتي هو هنا زعلان لما بعمل كده بيزعل. يعني ازاي انت بيقول ازاي دلوقتي عايز تحط عنوان انتجر في فلوت هو زعلان من الحته دي. اه تمام فهمت. فانا هنا بطمنه بقول له معلش انا اخد بالي سيبك من الغلطه دي انا اخد بالي انا مركز بس انت ايه طبعا لو جيت عملت بقى زي اللي انا عامله في السلايد دوت انت كده ما انتش مركز ولا حاجه ده انت حاولت تطبع الايه الكلام ده على انه انتجر وبتعمل فيه ابديت يعني الخبطه يبقى انت كده مفيش تركيز صح يعني ده. بعد كده اه فاهم معنى كده انا لو عشان اصلح الغلطه دي لازم اخلي الاكس مثلا بتساوي برسنتج اف ما تحاولش تصلحها لان انت اللي عامله ده غلط خلاص اللي احنا عاملينه دوت تاني هما ليه عاملين كده في السي ليه سايبينها متاحه لينا عشان اللي انا هعلمه لكم كمان شويه خلاص اللي انا هعلمه لكم كمان شويه لان هو في حاجه تانية جميله موجوده بسبب الموضوع ده خلاص خلاص يعني نتيجه الفايده اللي احنا هنشوفها قدام يعني ايه انت بقى خد بالك من الحته دي مع نفسك انت بقى يعني ما حدش هيقدر ايه يتركك في الحته دي انت اللي عملت الغلط زي بالظبط كده واحد ماسك العربيه سايق العربيه وايه وموجه نفسه فين في ان هو يخبط الحيط انا مالي انت اللي معاك الدركسيون انا اه صنعت لك العربيه وظبطتها لك وعملت لك فيها كل حاجه رحت سيادتك حاطط الدركسيون وسايق وخبطت في نفسك في الحيط دي انت مشكلتك انت مش مشكلتي انا مش مشكله بي ام دبليو اللي عملت لك العربيه صح ولا لا تمام طبعا هتقول لي بقى في عربيات بتقف لوحدها دي في الهاي ليفل لانجويج الهاي ليفل لانجويج بتظبط لك الدنيا بتمنعك انك تغلط يا سيدي لكن العربيات العاديه ما بتسبقش ما بتحسبلكش بتسيبك تخبط في الحيط وانت بقى صاحب الكنترول اوكي زي العربيات المانيوال والعربيات الاوتوماتيك العربيه المانيوال انت ليك فول كنترول عليها خلاص العربيه الاوتوماتيك مالكش فول كنترول بس بتريحك بس يوم ما بتعطل ما بتقدرش تزقها ما بتقدرش تقومها ما بتقدرش تعمل حاجه كتيره ميكانيكيه بس هما اللي عارفين ازاي يتعاملوا معاها اما النوع المانيوال فكل لو رحت لاي ميكانيكا هيقدر يتعامل معاها تقدر تتحكم فيها تماما طول ما انت ماشي هتتعبك شويه بس هتتحكم فيها ده الفرق ما بين السي واللغات الاعلى من السي تمام طيب خش في الموضوع فيك حد عنده سؤال في حد عنده سؤال طيب السلايد اللي بعدها احنا دي كنا بصينا عليها من شويه ان انا لما اعرف بوينتر واحطه على اول اري او اعرف بوينتر هو احطه على اول اري لاحظ ان الاري الاولانيه نوعها انتجر والثانيه نوعها دبل فده بوينتر من نوع دبل ده هنا برنامج حميد يعني زي الفل يعني البي اكس من نوعها انتجر بتشاور على اكس والبي واي من نوع دبل بتشاور على واي على دبل زي الفل فبالتالي لما اجي اطبع القيم يا جماعه الادريسيز اهو بي اكس بي اكس بلس 1 بي اكس بلس 2 خلاص هتلاحظوا ان الفروق ما بينهم كام حجم الانتجر اللي هي 4 4 4 4 اما الدبل الفروق ثمانيات فهتلاقوا هنا ايه 8 8 8 8 فده هنا بس بيعرفك ان البوينتر اللي بيشاور على دبل لما بيزيد بيزيد بحجم الضبط واضحة؟ احنا خدناها في اول المحاضرة تمام طيب نيجي بقى للحتة الجميلة اللي انا بقول لك بس الموضوع بقى البوينترز ليه انا بقدر اغير نوع البوينتر ونوع الحاجة اللي بيشاور عليها طبعا مش هقدر اشرح على السلايد دي لازم اكتب البرنامج تعال بقى نكتب البرنامج ونشوف اخطر واهم حتة في البوينتر خلاص void asterisk ده بوينتر بلا نوع تعرفين يعني ايه بوينتر بلا نوع يعني ما تعرفش هو بيشاور على ايه هو جواه عنوانه بس لكن ما تعرفش هو بيشاور على ايه واضحة علبة فيها عنوان لكن ما انتش عارف العنوان ده بتاع انتجر ولا فلوت ولا دبل ولا ستراكشر يبقى اذا دلوقتي اخطر حاجه في الموضوع ده ايه ان انت ما ينفعش تطبع اللي جوه العنوان لانك ما تعرفش نوعه ايه يعني لو انا عرفت كده عملت انتجر اكس هيساوي 7 وجيت يا سيدي قلت بي بيساوي اند ايه اند اكس لغايه دلوقتي ما فيش مشاكل عايز اعمل برنت اف بقى هينفع اطبع اقول له في المية دي سلاش ان الكلام ده ينفع؟ هل ده ينفع؟ لا يا دكتور
مش محدد له هينفع لان هو هيطلع ماشي استركس بي استركس بي معناها فاليو اد. طب لو واخده الفاليو دي نوعها ايه؟ ما انا ما اعرفش انهي فاليو اللي جواها دي فاليو اد. ده انت بتقول لي عنوان، عنوان ده عماره ولا عربيه ولا سوري ولا مطار ولا برج ولا ايه بالظبط؟ ما تعرفش. هنا لازم تحط التايب كاستنج، لازم انت تفكره وتقول له اه بص يا سيدي العنوان ده ده عنوان ايه انتجر اسمه التايب كاستنج كده بقى ايه هيعديها لك. تعالى نطبع او طلع طبع لي السبعه، طبع لي السبعه. طب تعالى نعرف فاريبل تاني من نوع دبل 8 بايت اهو دبل، ونحط فيه واي ونحط فيه الرقم الجميل ده اوكي. ونيجي بقى هنا نقول له ايه بي هيساوي اند واي، ونيجي نطبع هنا. بس ما نيجي نطبع لازم نقول له دبل، وطبعا لنستخدم بقى ال اف عشان نطبع محتوى الدبل اهو. طبعها عادي لو لخبطنا، لو لخبطنا يعني لو انا جيت كده قلت له هنا ايه سبتها له دي وانتجر، تعال نطبع هيحصل ايه؟ شايفين هو هنا بيحاول يفهم الدبل على انه انتجر، طبعا عك. مين بقى اللي مسؤول؟ الكومبايلر ولا سيادتك المبرمج؟ عارف ان اللي جوه هناك دبل، يبقى لازم يحط هنا ايه دبل. يا جماعه فكره الفويد استريكس، ان الفويد استريكس ما فيهوش حته النوع، في العنوان بس، وعشان تستخدمه لازم تكومباين معاه موضوع العنوان ده النوع. دايما دايما انت اللي عارف اللي جواه بيشاور على ايه. واضحه الفكره؟ حد عنده سؤال؟ طب دكتور هو انا ليه حطيت اللي هو التايب كاستنج في النص ما بين الاستريك والبي؟ عشان انا البي ملوش نوع، البي ملوش نوع، مش لازم انا احط النوع بايدي، لازم اكمل المعلومه اللي ناقصه. مش قصدي كده، قصدي ممكن احط اللي هو انت اللي هو التايب كاستنج قبل الاستريك اللي جنب البي، نحط مثلا دبل استريك. هي فاليو ات، فاليو ات بيحتاج بوينتر بنوع، بوينتر بنوع، لازم اللي قصاد الاستريكس ده يكون بوينتر بنوع، اللي قدامها بوينتر بس، فلازم ايه احط معاه النوع، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. انا بكمل المعلومه اوكي. تمام تمام. ده عنده سؤال هنا؟ هو انا دكتور بستخدم الفويد دي مع البوينتر عشان خاطر البوينتر اللي هو اللي اسمه بي ده يلف على كل انواع الفاريبلز الممكنه، وانا يعني اي نوع. لا هناخد اكزامبل، هناخد اكزامبل ما تقلفش، هناخد اكزامبل دلوقتي يوضح لك ايه الفايده. احنا لغايه دلوقتي شفنا كده بتشتغل ازاي، بس هنجيب اكزامبل هيقول لك الفايده. فهمنا كده اللي احنا عملناه دلوقتي اوكي. اللي احنا عملناه دلوقتي اهو، عرفنا void pointer وسويته باكس، وحتى كتبت جواه هنا، هنا بكتب جواه كمان اهو، وهنا بكتب جواه، يعني هنا بعمل العكس، انا بكتب جواه. فعشان اكتب جواه بقول له asterisk integer asterisk p يساوي 8، كتبت جواه المره دي هنا 8، وهنا جواه كتبت 3.3. فده هنا وريتك ازاي تستخدم الفويد في الكتابه والقرايه. يعني انت هنا اهو لو انا جيت كده اهو، جيت كده قلت له برضه هنا، لو قلت هنا استريكس بي هيساوي 5 7، لا هي كان جواها 7 88، برضه ده غلط. لازم اوضح له النوع، يبقى اثناء الاستخدام بتاع الفويد بوينتر لازم اوضح النوع سواء في الكتابه او القرايه. طب ده هيفيدنا في ايه؟ في الاكزامبل اللي جاي ده. بصوا كده. هنعمل بقى حاجه اسمها يونيفرسال كومبير ويز فويد بوينترز. عايزين نجمع رقمين. فاليو 1 وفاليو 2 من نوع فويد استريكس. طب انا ما اعرفش النوع، نزود بقى النوع بقى ايه هنا. لو واحد هنعتبره انتجر، لو اثنين هنعتبره دبل. طب لو انا بقى جاي لي الرقمين دول جواهم انتجر، يبقى راح اعمل ايه بقى؟ اول حاجه هو هنا بيعمل كومبير، مش هنجمع سوري كومباريزون. فبقول له هنا ايه، لو القيمه دي بتساوي القيمه دي، وطبعا بعمل تايب كاستنج بالانتجر، برجع صفر زي الكومبير العاديه اللي احنا متعودين عليها. لو دي اكبر من دي بيرجع واحد، لو غير كده بيرجع ناقص واحد. طب لو انا هشتغل دبل، يبقى ساعتها بكاست الدنيا بالدبل.
اهو، وفي الاخر برجع الار. دي يونيفرسال كومبير، يعني تخيل انا هنا ممكن اقارن الاكس 1 والاكس 2 اللي هي من نوع انتجر، او الاكس 1 والاكس 3 اللي هي من نوع انتجر. طب لو عايز اعمل كومباريزون من نوع دبل بروح بضاعه 2. يبقى اذا الكومبير فانكشن اشتغلت بطريقتين، مره انتجر مره دبل. وطبعا ده لا شك يعني بدايه لحاجه اسمها البوليمورفيزم او التشكل. التشكل معناها ان انا ممكن اتعامل مع فاريبل مالتي تايب اوف فاريبلز، لان دي طبيعه الامور. تخيل لو انت عامل برنامج بيعمل اديشن لاثنين ماتريسيز او انفرجن لماتريكس، ممكن تعمل نفس البرنامج ده تعمل تشتغل على ماتريكس اوف دبل او ماتريكس اوف كومبلكس او ماتريكس اوف فلوت. نفس البرنامج نفس الكود يقدر يشتغل على الاثنين. ده معتمد على الايه، ده مبدا التشكل اللي موجود عندنا. خلاص، ان انت بتحاول قدر الامكان تريديوس عدد الفانكشنز بتاعتك من غير ما تضطر تقعد تعمل فيرجنز كتيره منها عشان خاطر ما تدوخش المستند. خلاص، فده اللي بيساعدك في الفويد بوينت. طبعا الموضوع ده هتطور في لغه السي بلس بلس بشكل رائع، هياخد حاجه تانية خالص. لكن هو مبني على الاسس ديت اللي احنا بنمهد ليها من دلوقتي. يبقى التشكل اقدر استخدم فيه الفويد بوينتر عشان اقدر اعمل فانكشن بتتعامل مع مالتي تايب، بتتعامل مع مالتي تايب. اوكي يا جماعه، طيب انا مش هقدر اخد اكتر من كده لان الموضوع اللي جاي ده برضو حته اخيره وصغننه وهتاخد وقت سريع، بس هي ايه موضوع برضو فيري كومبلكس، فكفايه اول لغايه الايه لغايه هنا، والحته الفضله دي ناخدها كلها في المحاضره الاخيره اللي هتبقى صغيره ان شاء الله. اوكي، طب حد عنده سؤال لغايه هنا؟ هو معلش يا دكتور، بس هو احنا ناخد ايه في ماده الادفانسد بروجرامنج؟ ناخد اوبجكت اورينتد ولا ناخد ايه بالظبط يعني؟ والله لو انا هدرس الماده ديت هدرس لك السي بلس بلس كبروجرامنج، ما درستهاش في ممكن تدرس الاوبجكت اورينتد بلغه ثانيه خلاص، لكن لان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج موجود في كل اللغات الهاي ليفل سواء السي بلس بلس او غيرها. طبعا الافضل للمهندس من وجهه نظري انا السي بلس بلس. خلاص، ممكن من وجهه نظر دكاتره تانيين اللي هيدرسوا الماده دي ممكن يدرسوها بالبي اتش بي او البايثون او بلغات ثانيه. المهم ان الكونسبت واحد. انت ساعد نفسك وتحاول تتعلم السي بلس بلس لو ما خدتهاش، لان السي بلس بلس افيد لك كمهندس. ده من وجهه نظري خلاص، يعني انا يعني بنختلف احنا كدكاتره في الاولويات، لكن المبادئ واحده. يعني الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي موجود اللي هتدرسه في ماده اللي جايه ديت، لو درسته بلغه البايثون هيعلمك نفس الكونسبتس اللي انت المفروض تتعلمها عن الاوبجكت اورينت. وبالتالي انت بقى الحمد لله اللي انا عملته السنه دي ان انا اهلتك بلغه السي خلاص، وده الى حد ما هيخليك تقدر تتحرك في السي بلس بلس بسهوله وتتحرك في الانجنييرنج ابلكيشن بسهوله. خلاص، وده الهدف من الماده بتاعتك، تتعلم اساسيات البرمجه وفي نفس الوقت تقدر تبقى انجينيرنج بروجرامر انجينير، يعني انجينيرنج بروجرامر. خلاص، وده اللي يمكنك انك تقدر تتعامل، تقدر تخش مجالات كويسه جدا متخصصه بس بالمهندسين عشان تقدر تنافس، بدل ما تطلع كمهندس وتشتغل مبرمج وتلاقي نفسك زيك زي اي واحد بتخرج كليات كمبيوتر ساينس او غيره او غيره وغيره. دول بيبقوا عارفين لغات هاي ليفل واحسن منك خلاص، وممكن يتفوقوا عليك. انت عشان تتفوق عليهم محتاج تبذل تتعلم اللي هم اتعلموه، لكن اللي بيميزك هنا لغه السي بالذات. اما السي بلس بلس فاي لغه، اي لغه شبيهه بيها زي بتدي اوبجكت اورينتد بتبقى بديله. انا بفضل السي بلس بلس، انا دايما بفضل انك تتعلم تستكمل المنظومه اللي انت بدات بيها. انت بدات سي، كمل سي بلس بلس، وبعد كده بقى كونك تنقل جافا، تنقل بايثون، تنقل لغه ثانيه هتلاقيها ابسط واسهل بمراحل. خلاص، يعني مش عايز اقول لك ان المبرمجه لغه، يعني تعلم اللغات الثانيه بعد السي والسي بلس بلس تتكلم اللغه بتاخد منك اسبوعين، انما عشان لو ما بداتش سي وسي بلس بلس ممكن تاخد ترم في كل لغه خلاص، او على الاقل ترم في اللغه الاولانيه، وبعد كده بتاخد الوقت بياخد منك مجهود كبير قوي في اللغات، في تعلم لغات البرمجه. انما نتيجه ان السي والسي بلس بلس بيلموا كل الكونسبتس الخاصه بالبرمجه وخاصه بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج، فبتلاقي تعلم اللغات الثانيه سهل جدا جدا، لانك دايما كل حاجه بتترجم في دماغك. ده اللي بيحصل جوه الكمبيوتر كذا، ده اللي بيحصل جوه الكمبيوتر كذا. ده انت ساعات اصلا بتتعلم حاجات في الهاي ليفل ما تبقاش عارف هو عاملها كده ليه، هو قصده بيها ايه.
ما هو اللي عامل الهاي ليفل لانجويج ما هو عامله برضو مهندس، عامله واحد بيشتغل يعني لغه زي البايثون ولا لغه زي البي اتش بي، ما هي مكتوبه بايه؟ مكتوبه بالسي بلس بلس، يعني الكومبايلر نفسه اللي عمل اللغه كتبها بالسي بلس بلس، فطبيعي ممكن تلاقي كونسبتس جواها صعبه قوي تفهمها الا ما تقعد تقرا بقى كتب كتير والكلام دوت، في حين ان الفهم بتاعها سهل جدا لو انت كنت فاهم الخلفيه اللي موجوده في السي والسي بلس بلس. يعني حاجه زي البوليمورفيزم والكلام دوت موجود في لغات ثانيه، ساعات بعض الناس بتهنك كده تيجي تقراها ايه يعني هو قصده ايه، ممكن ما يبقاش اصلا فاهم الفكره بتاعتها ولا فاهم الفايده بتاعتها الا لما يقعد يقرا بقى كتب فيها كونسبتس وتوضح له باكزامبلز وامثله عشان نقعد نفهمه يعني ايه بوليمورفيزم، يعني ايه تشكل، في حين ان هو لو كان عارف يعني من الاول فويد استريكس خلاص يعني مش محتاج يقرا غير كلمه بوليمورفيزم هيعرف يعني ايه تشكل، هيفهم اللي ورا الموضوع خلاص. فده اللي احنا بنحاول انا من مدرسه السي والسي بلس بلس الاول وبعد كده كمل الباقي زي ما انت عايز خلاص. في ناس مدارسهم بتقول لك لا ده انا اعلمه حاجات هاي ليفل عشان تنفعه بعد كده في المستقبل، فدي برضو وجهه نظر تحترم خلاص، وبرضو ممكن تؤدي لنتيجه كويسه بشكل ما، بس انا من مدرسه بتاعت السي والسي بلس بلس. واضح يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ دكتور معلش في السؤال بس هو يعني جزء البوينترز ده هيخش فيه في الفاينل كتير عشان احنا مش هنلحق طبعا. طبعا هيخش انت بتمتحن لغايه اخر محاضره، اخر محاضره دي لغايه اخر الاسبوع خلاص. فعشان كده انا مش هاخد بعد كده حاجه تانية، انا باخد البوينترز والبوينترز فرتها على محاضرتين عشان يبقى عندك وقت كفايه، يعني احنا عندنا المحاضره الجايه 3 ساعات هناخد فيهم 10 سلايدز خلاص. اسال زي ما انت عايز في البوينترز وحل يا ريت في البوينترز، لان الجزء اللي جاي دوت ده مجرد كونسبتس ممكن انا اخر محاضره ما ادخلهاش في الامتحان خلاص، على اساس ان فيها افكار تانية او ممكن ادخل فيها افكار جاست ثيري بس يعني مجرد ثيري ما يبقاش فيها تطبيق بشكل مباشر خلاص، لان احنا لازم نذاكرها برضه اخر محاضره خلاص. فيعني ايه هقول لكم ان شاء الله انا اتفقت مع دكتور باسم على ايه في الجاي، هنحاول قدر الامكان الجزء الاخير اللي احنا ناخده في اخر محاضره يبقى عليه كونسبتس بس اكتر منه ان احنا نحط عليه مسائل فيها افكار وتريكس. اوكي تمام يا دكتور. تمام شكرا لكم يا جماعه. حد عنده سؤال قبل ما اقفل المحاضره؟ لسه قدامنا 10 دقائق، في حد عنده سؤال؟ ان كيز ان انا ما قدرتش يا جماعه اقدم المحاضره الاخيره بتاعت يوم السبت، انت عندكم محاضره هتتسجل يوم الثلاث اوكي. هيبقى فيها ال10 سلايدز الاخرانيين والديسكشن اللي احنا هنتكلم عليها فيها عن اي اسئله بقى مرتبطه بالمنهج ان شاء الله خلاص. فيعني ايه ده ان كيز ان انا ما قدرتش ادي محاضره السبت، فهنرجع لمحاضره الثلاث اللي جاي ان شاء الله. اوكي شكرا لكم. وشدوا حيلكم بقى فين، حاولوا تطبقوا كل الاكزامبلز اللي احنا اتعودنا عشان نتعلم برمجه لازم نطبق، لازم الاكزامبلز دي كلها تتكتب وتتنفذ عشان خاطر وتبدا تحل التمارين كمان عشان خاطر تقدر تفهم يعني ايه بوينترز. السلام عليكم.